السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول مع بعض جميعا في البداية يا رب ارزقنا الفهم. مع بداية تسجيل محاضرة النهاردة، الشباب طبعا اللي بتمتحن ربنا يعينكم ويوفقكم يا رب جميعا، ما بين امتحانات كويزات وما بين ميد ترم، وانا عارف ان الدنيا صعبة عليكم الفترة ديت، ولكن ان شاء الله كل حاجة بتعدي وكل حاجة بتمر وعادي. كل حاجة كنا واحنا اياميكم كده او واحنا ايامكم كانت الدنيا صعبة وكنا شايفين ان الوضع صعب ومش قادرين، بس صدقني كل حاجة بتعدي. طيب النهاردة ان شاء الله هي ريفيجن على شابتر السيتولوجي، ريفيجن مهمة جدا 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 جدا. توقع ان يجيلك اي سؤال في اي حتة او في اي زخنوق كده صغير في الشابتر، فلذلك النهاردة احنا هنراجع على الشابتر مراجعة تفصيلية. الحصة او الفيديو ممكن يطول مننا، يوصل ساعتين ممكن يوصل لثلاثة على حسب ما نخلص النهاردة ان شاء الله. طيب اتفقنا ان احنا في بداية كلامنا عن مادة الهيستولوجي ان احنا اول شابتر عندنا هيكون بعنوان سايتولوجي. طيب وقلنا ان كلمة سايتولوجي يا ريس هي كلمة مقسمة لمقطعين، المقطع الاول هو كلمة سايتو، وسايتو تعني سل، والمقطع الثاني هو كلمة اولوجي، واولوجي تعني علم. فبقول ان كلمة سايتولوجي كلها على بعضها هي علم دراسة الخلايا. طيب قلنا بعد كده ان اي خلية في جسم الكائن الحي بتتكون من مركبين اساسيين. اي خلية بتتكون من ايه؟ من مركبين اساسيين. اول مركب هو السيتوبلازم، وبنقول السيتوبلازم ده هو عبارة عن سوائل الخلية. طيب والنيوكليوس اللي هي النواة. يبقى اي خلية عندنا بتتكون من حاجتين، سيتوبلازم ونيوكليوس. السيتوبلازم هو عبارة عن السوائل بتاعت الخلية، والنيوكليوس هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن النواة. طيب قلنا ان السيتوبلازم ده بيتكون من عندنا من ثلاث حاجات. اول حاجة عندنا حاجة اسمها السيتوسول. حاجة اسمها ايه؟ السيتوسول، او لها اسم تاني اللي هو السيتوبلازميك ماتريكس. يبقى عندنا اول مركب من مركبات السيتوبلازم هو السيتوسول، اللي هو عبارة عن السيتوبلازميك ماتريكس. طيب هذا السيتوسول ده بنقول عليه هو السوائل بتاعت السيتوبلازم. يبقى السوائل بتاعت السيتوبلازم عبارة عن السيتوسول. طيب تاني مركب من مركبات السيتوبلازم الأورجانيلز. ايه هي الأورجانيلز؟ اللي هي العضيات. تالت مركب من مركبات السيتوبلازم حاجة اسمها انكلوجن، والانكلوجنز ديت اللي هي المخزنات. يبقى السيتوبلازم عندنا بيتكون من كام مركب؟ ثلاث مركبات، سيتوسول او سيتوبلازميك ماتريكس، اورجانيلز اللي هي العضيات، ثالث حاجه الانكلوجنز اللي هي المخلفات. يبقى انا عندي السيل ستراكشر او تركيب الخليه، الخليه بتتكون من حاجتين رئيسيين، نيوكليوس نواه وسيتوبلازم. يبقى الخليه بتتكون من نيوكليوس النواه والسيتوبلازم. السيتوبلازم يتكون من ثلاث حاجات رئيسيه، اول حاجه عندي هي السيتوسول، او الاسم الثاني ليها هو السيتوبلازميك ماتريكس اللي هو بنقول عليه هو السوائل بتاعت السيتوبلازم. ثاني حاجه بيتكون منها السيتوبلازم هي الاورجانيلز اللي هي العضيات. ثالث حاجه بيتكون منها السيتوبلازم الا وهي الانكلوجن اللي هي المخلفات. طيب قلنا في هذا الشابتر هنتكلم على الثلاث حاجات دولت بشيء من التفصيل. طيب رجعنا بعد كده ان قلنا ان في عندنا الاورجانيلز، واتكلمنا على الاورجانيلز اللي هي العضيات، وقلنا عندنا منها نوعين، نوع اسمه ميمبرينوس يعني عليها غشاء، ونوع اسمه نون ميمبرينوس ما عليهاش غشاء. يبقى اتفقنا ان الاورجانيلز عندنا نوعين، نوع ميمبرينوس ونوع نون ميمبرينوس. تمام، نوع عليه غشاء ونوع ما عليهوش غشاء. طيب قبل ما نبدا بقى في المعمعه بتاعتنا، لازم ناخد السكيما اللي انا حاططها لك ديت، وهي ان احنا هنتكلم بقى دلوقتي على الاورجانيلز بشيء من التفصيل. طيب اتفقنا ان الاورجانيلز نوعين، نوع ميمبرينوس ونوع نون
ميمبرينس. يبقى الاورجانيلز كام نوع؟ نوعين، نوع ميمبرينس ونوع نون ميمبرينس، نوع عليه غشاء ونوع ما عليهوش غشاء. طيب هنتكلم على ايه في كل اورجانيلز؟ قال لك كل اورجانيلز هنتكلم فيه على اربع حاجات. هنتكلم فيه على كام حاجه؟ هنتكلم فيه على اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ اول حاجه هنتكلم عليها هو ازاي بنشوف الاورجانيلز ديت باللايت مايكروسكوب. ازاي بنشوفها بالايه؟ باللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي. طب الميكروسكوب الضوئي ده كان بيبين لي الصوره الوان، فاكر الميكروسكوب الضوئي؟ ايوه، كان بيبين لي الصوره ايه؟ قلنا كان بيبينها لي الوان. طيب كنا بنصبغ، اشهر صبغه عندنا كان صبغه اسمها صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين. كان صبغه اسمها ايه؟ صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين. كنا بنرمز لها بالرمز اتش اند اي. كنا بنرمز لها بالرمز اتش اند اي. طيب اختصار اتش اند اي ديت اختصار لايه؟ قال لك اختصار اتش اند اي هو اختصار لكلمه هيماتوكسيلين اند ايوسين. يبقى كنا بنرمز لصبغه الاتش اند اي اللي هي صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين. قال لك الهيماتوكسيلين ديت، صبغه الهيماتوكسيلين هي عباره عن صبغه ملونه باللون الازرق. يبقى عندي صبغه الهيماتوكسيلين صبغه مالها؟ قلنا هي صبغه ملونه باللون الازرق. طيب بنقول ان صبغه الهيماتوكسيلين ديت عباره عن بيزك داي. يعني ايه بيزك داي؟ يعني صبغه قاعديه. صبغه ايه؟ صبغه قاعديه. وبالتالي لما بتيجي تصبغ الاشياء بنطلق على الاشياء اللي بتصبغها بنطلق عليها كلمه بيزوفيليك. ويعني ايه بيزوفيليك؟ يعني عباره عن تراكيب ملونه باللون الازرق. يبقى كلمة بيزوفيليك عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن التراكيب التي توجد بداخل الخلية وملونة باللون الازرق. طيب تاني صبغة عندنا صبغة الايوسين، وصبغة الايوسين ديت لونها احمر. صبغة الايوسين ديت لونها ايه؟ قلنا بلونها بيكون اللون الاحمر. طيب صبغة الايوسين ديت بتكون اسيدك. يعني ايه اسيدك؟ يعني قاعدية. وبالتالي لما بتيجي تصبغ اي شيء جوه الخلية بنطلق عليها كلمة اسيدوفيليك. وما معنى كلمة اسيدوفيليك؟ اسيدوفيليك يعني ان التركيب الذي يتلون بصبغة الأيوسين بيكون لونه أحمر. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي لونين مشهورين جدا، لون اسمه بيزوفيليك اللي هو اللون الأزرق، ولون اسمه أسيدوفيليك اللي هو اللون الأحمر. طيب لماذا اللون الأزرق خد اللون الأزرق؟ او ليه بنطلق عليه بيزوفيليك؟ لانه خد صبغه الهيماتوكسيلين التي تلون باللون الازرق. ولماذا نطلق على اللون الاحمر اسيدوفيليك؟ لانه اخذ صبغه الايوسين الذي تتلون باللون الاحمر ونطلق عليه كلمه ايه؟ كلمه اسيدوفيليك. طيب يبقى اول حاجه بنشوفها بنشوف التركيب باللايت مايكروسكوب. تاني حاجه بنشوف التركيب بالالكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني اللي كان بيخلينا نشوف الصوره ايه؟ ابيض واسود. طيب قال لك الحاجه اللي كانت بتتلون باللون الاسود تحت الالكترون مايكروسكوب بنسميها الكترون دنس. يبقى يجي يقول لك الكترون دنس ستراكشر يعني ايه؟ يعني تركيب ملون باللون الاسود. طيب وقال لك التراكيب الثانيه او لما بنيجي نشوف تحت الالكترون مايكروسكوب قلنا بيتبنى يا اما ابيض يا اما اسود. قلنا الاسود بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه الكترون دنس. طب الابيض قال لك بيبقى اسمه الكترون لوسنت. يبقى الكترون لوسنت يعني ايه؟ يعني ابيض. والكترون دنس يعني ايه؟ يعني اسود. تمام. يبقى التراكيب داخل او تحت الالكترون مايكروسكوب بتبان حاجتين، يا اما الكترون دنس يا اما الكترون لوسنت. الكترون دنس يعني ايه؟ يعني اسود. طيب والكترون لوسنت يعني باللون الابيض. طيب بعد كده بنتكلم تالت حاجه بنتكلم عليها هو الاستراكشر، التركيب بتاع العض ده. العض ده بيتكون من ايه وايه المركبات بتاعه؟ طب عليه غشاء؟ طب ما عليهوش غشاء؟ طب ايه اللي بيتكون من انابيب ولا بيتكون مش من شكله عامل ازاي؟ الحاجات دي كلها هناخدها واحده واحده بشيء من التفصيل. طيب اخر حاجه بنتكلم عليها الفانكشن اللي هي الوظيفه، اللي هي وظيفه هذا الاورجانيل. طيب تعالى بقى اما ناخد واحده واحده ونتكلم على اول حاجه عندنا الممبرينوس اورجانيلز اللي هي العضلات الغشائيه. اول حاجه كانت عندنا في الممبرينوس اورجانيلز حاجه اسمها السيل ممبرين اللي هو غشاء الخليه. يبقى سيل ممبرين يعني ايه؟ يعني غشاء الخليه. ليه اسمين تانيين كل سنه بيجي فيهم في الامتحان؟ ها السيل ممبرين ليه اسمين تانيين كل سنه؟ بقاله سنتين بيكرر نفس السؤال. ايه هما الاسمين التانيين بتوع السيل ممبرين؟ قال لك البلازما ممبرين
والبلازما لمة، بقاله سنتين بيكرر نفس السؤال. ايه هو السؤال؟ يقول لك ذا ليميتنج ميمبرين او ذا ليميتنج ميمبرين اوف السيل، يعني ايه هو الغشاء اللي بيحيط بالخليه؟ وامجا حاطط لك الاختيار ايه، سيل ميمبرين، الاختيار بي بلازما ميمبرين، الاختيار سي بلازما لمة، وامجا حاطط لك الاختيار دي اول اوف ذيم. فطبعا واحد يجي يبص على سيل ميمبرين ويختار سيل ميمبرين، بس في الحقيقه ان السيل ميمبرين ليه اسمين تانيين، الا وهما البلازما ميمبرين والبلازما لمة. يبقى السيل ميمبرين ليه اسمين تانيين مهمين، اهو جه في امتحان سنه 2022 وجه في امتحان 2023 اللي هو السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وجه في سنه 2019. يبقى نركز، ايه السيل ميمبرين ليه اسمين تانيين، بلازما ميمبرين اند بلازما لمة. طيب قال لك ايه هو الديفينيشن بتاعه؟ قال لك السيل ميمبرين ده هو الاوتر ميمبرين اوف ذا سيل، يعني هو الغشاء الخارجي بتاع الخليه. كنا بنيجي نرسم الخليه بهذا الشكل كده يا شباب، شايف كنا بنرسم الخليه بهذا الشكل، انتوا عارفين ان انا شاطر في الرسم، وبنقوم جاي حاطين جواها نيوكليوس. طيب قال لك عارف انت الغشاء اللي بره ده، ايوه ده السيل ميمبرين. طيب قال لك السيل ميمبرين ده تعريفه ايه؟ قال لك هو عباره عن ذا اوتر ميمبرين اوف ذا سيل، يعني هو الغشاء الخارجي بتاع الخليه. طيب ما وظيفه هذا الغشاء الخارجي؟ قال لك اكت از ا بارير، يعني بيعمل كحاجز، بيعمل كحاجز بتوين ايه؟ قال لك بتوين بين internal and external environment، بين البيئه الداخليه التي توجد داخل الخليه. اهو ده السيتوبلازم اهو، صح؟ قال لك السيل ميمبرين بيفصل السيتوبلازم عن المحتويات بتاعه خارج الخليه. يبقى السيل ميمبرين وظيفته ايه؟ ان هو بيفصل ما بين البيئه الداخليه التي يوجد بها السيتوبلازم والبيئه الخارجيه اللي هي ايه، اللي هي عباره عن الفلويد اللي موجوده خارج الخليه. تمام. طيب احيانا ما يجيلكش التعريف بهذا الشكل، يجي يقول لك ليميتنج ميمبرين اوف السيل، يعني ايه هو الغشاء اللي بيحوط لي بالخليه؟ تقول له السيل ميمبرين او البلازما لمة او البلازما ميمبرين. يبقى التلات اسماء دول، تيجي يقول لك ذا اوتر ميمبرين اوف ذا سيل اكت از ا بارير بتوين انترنال اند اكسترنال انفايرمنت، ده السيل ميمبرين. احيانا يجي يقول لك ذا ليميتنج ميمبرين اوف السيل، يعني ايه هو الغشاء اللي محوط لي بالخليه؟ فتقول له برضه ده البلازما ميمبرين. طيب قال لك لما بنيجي نشوف البلازما ميمبرين او السيل ميمبرين ده باللايت مايكروسكوب، بالايه؟ باللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي اللي كان بيبين لي الصوره الوان. لما جينا نشوف السيل ميمبرين باللايت مايكروسكوب قال لك كانت بي سين. ليه يا عم الحاج ما بقدرش اشوفه؟ قال لك لان هو بيكون تو ثين. يعني ايه تو ثين؟ يعني رفيع قوي ما بقدرش اشوفه. قال لك سمكه من 8 ل 10 نانومتر، سمكه من كام؟ من 8 ل 10 نانومتر، والرقم ده مهم جدا، جه سأل عليه في امتحان قبل كده. يبقى انا عندي دلوقتي لما باجي اشوف السيل ميمبرين باللايت مايكروسكوب قال لك كانت بي سين ما بقدرش اشوفه. طيب في الامتحان يقول لي ده سيل ميمبرين كانت بي سين، لا ما يجيبها ليش كانت بي سين، امال يجيبها لي ايه؟ قال لك يجيبها لي بكلمه انفيزابل. يجيبها لي بكلمه ايه؟ انفيزابل. يعني ايه كلمه انفيزابل؟ قال لك كلمه انفيزابل يعني غير مرئية، يعني لا نستطيع رؤيته. والكلمة دي جت في امتحان سنة 2016 و2013. قال لك انفيزابل، انفيزابل ذا سيل ميمبرين ابير، بيبان، هل بيبان بيزوفيليك ولا بيبان اسيدوفيليك ولا انفيزابل؟ ها السؤال ده اتكرر في سنة 2016 و2013. يبقى انا عندي ان كلمة او السيل ميمبرين بيكون كانت بي سين، يعني ما بقدرش اشوفه. ليه يا عم الحاج ما بقدرش اشوفه؟ لان هو بيكون تو ثين. يعني ايه تو ثين؟ يعني رفيع قوي ما بقدرش اشوفه. وبالتالي يجي لي الكلمه الثانيه اللي هو تو ثين تو بي سين، او يجي له يقول لي كانت بي سين، او يجي يقول لي انفيزابل. يعني ايه انفيزابل؟ يعني غير مرئي ما بقدرش اشوفه. يبقى الثلاث كلمات دولت بيعبروا عن حاجه واحده، وان السيل ميمبرين لا يرى باللايت مايكروسكوب. طيب قال لك في علماء كده قعدوا مع بعض، قال لك احنا لازم نشوفه. قال لك ايه؟ لازم نشوف السيل ميمبرين ده. قال لك والله احنا ممكن ما نشوفش السيل ميمبرين، ولكن نقدر نشوف محيط السيل ميمبرين. هل بقدر اشوف السيل ميمبرين؟ لا 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 لا، امال بشوف ايه؟ قال لك بشوف حاجه اسمها السيل باوندري. اللي هو ايه السيل باوندري؟ اللي هو محيط الخليه
من الخارج. بقدر اشوف ايه؟ بقدر اشوف السيل باوندري. طيب قال لك في صبغتين بقدر اشوف بيهم السيل باوندري او محيط الخليه من الخارج. قال لك ايه هما الحاجات الصبغتين دولت؟ قال لك صبغه اسمها البي اي اس ستين، صبغه اسمها ايه؟ بي اي اس ستين، وصبغه اسمها سيلفر ستين اللي هي صبغه الفضه، او الاسم الثاني اللي هي اي جي ستين. يبقى يجي يقول لك في الامتحان زي ما جه في سنه 2010 قال له the cell boundary can be seen by PAS stain ولا silver stain ولا AG stain ولا all of them. تقول له all of them. لا اقول له all of them لان السؤال ده جه في امتحان 2010. ليه بقدر اشوفهم all of them؟ قال لك بقدر اشوفهم all of them لان السيلفر stain هي هيها الAG stain. ما هو AG هو اختصار لكلمة الايه؟ اختصار للفضة، مش الفضة رمزها اي جي. ايوه. فالسيل باوندري بنقدر نشوفه بثلاث صبغات، صبغة البي اي ستين، صبغة السيلفر ستين اللي هي صبغة الفضة، او الاي جي ستين اللي هي صبغة الفضة. طيب قال لك بقى السيل ممبرين ده لما بنيجي نشوفه بالميكروسكوب التاني اللي هو الايه؟ اللي هو الالكترون ميكروسكوب اللي كان بيبين لي الصوره ابيض واسود. قال لك بيبان ابير تراي لامينر ستراكشر. يعني ايه كلمه تراي لامينر ستراكشر؟ يعني تركيب ثلاثي الطبقات بالشكل ده كده، ادي طبقه وادي طبقه. طيب قال لك طبقتين سود، طبقتين سود يعني طبقتين بيبانوا باللون الاسود وطبقه بتبان باللون الابيض. يبقى انا عندي السيل ممبرين ده او البلازما لما او البلازما ممبرين لما بنيجي نشوفه بالالكترون ميكروسكوب بيبان ايه؟ قال لك بيبان تراي لامينر ستراكشر. تراي لامينر ستراكشر يعني ايه؟ يعني تركيب ثلاثي الطبقات. احيانا ما يجيش يقول لي تراي لامينر ستراكشر، يجي يقول لي ذا سيل ممبرين كومبوزد اوف، تقول له ثلاثه بارلل لاين. يعني ايه ثلاثه بارلل لاين؟ يعني ثلاث خطوط متوازيه. ثلاث ايه؟ ثلاث خطوط متوازيه. ادي الخط الاولاني وادي الخط الثاني، وما بينهما اللي هو اللون باللون الابيض ده يعتبر خط. طيب قال لك السيل ممبرين بيبان تراي لامينر ستراكشر. طيب قال لك بيتكون من تو الكترون ايه؟ تو الكترون دنس. بيتكون من ايه؟ قال لك تو الكترون. قال لك بيتكون من تو الكترون دنس. يعني ايه تو الكترون دنس؟ يعني طبقتين او خطين بيبانوا باللون الاسود. ادي الخط الاولاني باللون الاسود وادي الخط الثاني باللون الاسود. قال لك وما بين التو الكترون دنس في طبقه بنسميها الكترون لوسنت. يبقى انا عندي السيل ممبرين لما بنيجي نشوفه بالالكترون ميكروسكوب بيبان ايه؟ قلنا بيبان تراي لامينر ستراكشر، يعني تركيب ثلاثي الطبقات. طيب يجي احيانا يقول لي، ما يقوليش تراي لامينر ستراكشر اي تركيب ثلاثي الطبقات، يجي يقول لي بيتكون من ثلاثه بارلل لاين. يعني ايه ثلاثه بارلل لاين؟ يعني ثلاث خطوط متوازيه. احيانا ما يجيش يقول لي كده، احيانا يجي يقول لي كومبوزد اوف 3 لاير. يعني ايه 3 لاير؟ يعني ثلاث طبقات. ايه هم الثلاث طبقات دولت؟ قال لك عندنا 2 الكترون دنس لاير، يعني طبقتين بيبانوا باللون الاسود، و1 الكترون لوسنت لاير، وطبقه بتبان باللون الايه؟ باللون الابيض. طيب اهو بيبان تو دارك الكترون دنس، يعني طبقتين باللون الاسود سيباريتد باي الكترون لوسنت بيفصل بينهم. اهو ادي طبقه باللون الاسود وادي طبقه باللون الاسود، في فاصل بينهم اللي هو الطبقه اللي باللون الابيض دي. قال لك الطبقه اللي باللون الابيض دي بنسميها كلمه الكترون لوسنت. طيب قال لك التلات لاين او التلات طبقات دولت على بعضهم بنسميهم كلمه يونت ممبرين. بنسميهم كلمه ايه؟ يونت ممبرين، لانها جت في امتحان في سنه من السنين. قال له ذا يونت ممبرين اوف ذا سيل ممبرين او ذا يونت ممبرين اوف ذا بلازما لما كومبوزد اوف، يتكون من 1 لير ولا 2 لير ولا 3 لير ولا 4 لير؟ تقول له ايه؟ 3 لير، لان اليونت ممبرين هي المقصود بها التراي لامينر ستراكشر. واحد يقول لي يونت ديت، الناس بقى فكرت في السؤال ده، قال لك يونت يعني وحده. يونت يعني ايه؟ قال لك يونت يعني وحده، وممبرين يعني غشاء. ممبرين يعني ايه؟ قال لك ممبرين يعني غشاء. فيبقى الوحده اللي بتكون الغشاء يبقى خط واحد. فراح الناس عملوها ايه؟ عملوها اليونت ممبرين بيتكون من طبقه واحده. طبعا
السؤال اتحسب لهم غلط. انما اليونت ممبرين بيتكون من كام طبقه؟ 3 طبقات. يبقى اليونت ممبرين ده هو برضو المقصود به السيل ممبرين، تمام. طيب يبقى انا عندي السيل ممبرين، هل بقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب؟ قال لك كانت بي سي، ما بقدرش اشوفه، او انفيزيبل، او تو سن، يعني رفيع قوي. سنته من كام لكام؟ قال لك من 8 ل 10 نانومتر. طيب قال لك امال ايه اللي بقدر اشوفه؟ قلنا اللي بنقدر نشوفه حاجه اسمها السيل باوندري. طيب هذا السيل باوندري بنشوفه ايه؟ قال لك بنشوفه من بره، عباره عن المحيط بتاع الخليه من بره. طيب قال لك ايه الصبغات اللي بتصبغ للسيل باوندري؟ قلنا صبغه اسمها البي اي اس ستين، وصبغه اسمها السيلفر ستين. يبقى ما هما الصبغتان اللذان يقومان بصبغه السيل باوندري؟ البي اي اس ستين والسيلفر ستين. طيب تاني حاجة بالإلكترون مايكروسكوب، هذا الإلكترون مايكروسكوب لما كنا بنيجي نشوف السيل ميمبرين بتاعه قلنا ان هو بيبان تراي لامينا ستراكشر، يعني تركيب ثلاثي الطبقات، بيتكون من طبقتين إلكترون دينس، يعني طبقتين باللون الأسود، وسيباريتد أي ما بينهما طبقة إلكترون لوسنت أي بتبان باللون الأبيض. طيب قلنا عندنا التلات طبقات لهم اسم مشهور جدا، ألا وهو كلمة اليونت ميمبرين. طيب قال لك according to fluid music model، سؤال 2023 اهو، السؤال بتاع السنه اللي فاتت، قال له ايه هو اكتر نموذج العلماء بيفضلوه علشان يدرسوا السيل ميمبرين؟ ها قال لك the most acceptable model، يعني ايه هو اكتر موديل مشهور علشان او بنستخدمه علشان نعرف مكونات السيل ميمبرين؟ قال لك اسم الموديل fluid music model. ده السؤال ده بتاع امتحان السنه اللي فاتت، قال له the most acceptable model for component of the cell membrane، فتقول له هو ايه؟ فتقول له هو fluid music model. طيب قال لك according to fluid music model، يعني على حسب fluid music model ايه اللي حصل؟ قال لك fluid music model ده هو عباره عن عالم، قال لك السيل ميمبرين ده بيتكون من 3 مركبات رئيسيه. السيل ميمبرين بيتكون من كام مركب؟ 3 مركبات. اول مركب عندنا اللي هو الليبيدز اللي هي الدهون، تاني مركب عندنا اللي هو البروتين اللي هي البروتينات، تالت مركب عندنا اللي هو الكربوهيدرات اللي هو السكريات. يبقى انا عندي السيل ميمبرين على حسب النموذج بتاع اسمه ايه؟ فلويد موزك موديل. قال لك ان السيل ميمبرين يتكون من 3 مركبات رئيسيه، ليبيدز دهون، بروتين بروتينات، كربوهيدرات سكريات. طيب تعال اما نتكلم عليهم واحده واحده. احيانا يجي يقول لك اكوردنج تو فلويد موزك موديل ذا سيل ميمبرين از ميد اوف، تقول له ليبيد ولا بروتين ولا كربوهيدرات ولا اول اوف ذيم؟ فتقول له ايه؟ فتقول له اول اوف ذيم. طيب قال لك الليبيد اللي هي طبقه الدهون بتتكون من حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الفوسفوليبيد، بنسميها الدهون الفوسفاتيه، اي دهون عليها فوسفات، دهون عليها فوسفات. طيب ده كان جه سؤال قبل كده، سؤال مقالي ايام ما كان بيجي ريتن في امتحان 2016، والناس اللي عندها مقالي تركز على الحته دي، بيجي ريتن كتير. طيب قال لك according to fluid music model السيل ميمبرين بيتكون من كام حاجه؟ 3 حاجات، فوسفوليبيد، عفوا ليبيد، وبروتين وكربوهيدرات. هذه الليبيد او الدهون بتتكون من اول حاجه اسمها الفوسفوليبيد، والفوسفوليبيد ديت اللي هي الدهون الفوسفاتيه. طيب قال لك الدهون الفوسفاتيه ديت او الفوسفوليبيد ابير باي لير، ابير ايه؟ باي لير. يعني ايه باي لير؟ يعني بتتكون من طبقتين اهو، بتبان بالشكل ده كده، بتبان باي لير اهو. الليبيد او الفوسفوليبيد بتبان باي لير بالشكل اللي انا برسمها لك ده، ادي طبقه من الفوسفوليبيد ودي كمان طبقه من الفوسفوليبيد، فبنقول ان طبقه الفوسفوليبيد ابير ليبيد باي لير. يعني ايه ليبيد باي لير؟ يعني طبقتين من الدهون. طيب احيانا ما يجوش يقول لي كلمه باي لير، يجي يقول لي دبل لير،
ده ايه دبل لير. يعني ايه دبل لير؟ يعني برضو طبقتين. وركز عشان دي جت ايه، جت في امتحان سنة 2012 21 و22، يعني امتحان السنة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت. تمام تمام. قال لك كلمة مهمة جدا او ديت هنسيبها لبعدين. قال لك اي فوسفوليبيد، اي فوسفوليبيد تمام، بيتكون من حاجتين. اول حاجة اسمها اللي هي اللي على شكل كرة ديت اللي انا برسمها اسمها الهيد، وتاني حاجة اللي نازلة ديت اسمها التيل. يبقى اي فوسفوليبيد عندي بيتكون من حاجتين، هيد يعني رأس وتيل يعني ذيل. يبقى اي فوسفوليبيد عندنا بيتكون من كام حاجة؟ حاجتين، هيد يعني رأس وايه وتيل يعني ذيل. طيب قالك الهيد ديت اللي هي الرأس ليها خصائص، وركز قوي على الخصائص بتاعت الهيد، لا يخلو منها امتحان. واحيانا يجي يقول لك قارن ما بين الهيد بتاعت الفوسفوليبيد اي رأس الفوسفوليبيد والتيل بتاعت الفوسفوليبيد اللي هو الديل بتاع الفوسفوليبيد. قال لك الهيد ديت اللي هي الرأس بتكون دايركتد اوت وورد، يعني متجهة ناحية الخارج. لما بنيجي نرسم السيل ميمبرين اهو بالشكل ده اهو، صح؟ بنرسمه بالشكل ده. قال لك الهيد اللي هي الراس، شايف انت الراس ديت؟ قال لك دايركتد اوت وورد، شايف الهيد كلها الهيد اهي. هل في هيد دايركتد ناحيه الخليه ناحيه ان وورد؟ لا، قال لك ده دايركتد كلها اوت وورد. يعني اوي ايه اوت وورد؟ يعني كلها ناحيه بره، الناحية البرانية بتاعت الخلية. طيب قالك تاني خاصية في الهيد حاجة اسمها بولر. يعني ايه بولر؟ يعني قطبية. يعني ايه قطبية؟ يعني بتحمل شحنات. تمام. طيب تالت حاجة ان هي بتكون هيدروفيلك، ده اهم حاجة. يعني ايه هيدروفيلك؟ هيدرو يعني مياه، هيدرو يعني ايه؟ يعني مياه. وكلمة فيليك بكلمة لاتينية تعني محب. كلمة فيليك ايه؟ هي عبارة عن كلمة لاتينية تعني محب. فبقول ان الهيدز بتكون هيدروفيليك. يعني ايه هيدروفيليك؟ يعني محبة للماء. ركز قوي في كلمة هيدروفيليك، بيجي عليها اسئلة كتير جدا للحاجات ديت في الامتحان. بيقول لك ان الهيد اللي هي الرؤوس has affinity with water، يعني لديها حب للماء، بتحب المية. بقى مكان ما تشوف الميه تجري عليها، مكان ما تشوف الميه تجري عليها. فبنقول ان الهيد اللي هي الرؤوس بتكون دايركتد اوت وورد، يعني متجهه ناحيه الخارج، بتكون بولر يعني قطبيه، بتكون هيدروفيليك. وكلمه هيدرو يعني ميه. فاكر ايام ثالثه ثانوي بيقول لك هنعمل كلمه او حاجه اسمها هايدريشن؟ يعني ايه كلمه هايدريشن؟ يعني ان احنا كنا نضيف الميه. فبنقول ان الهيدز بتكون هيدرو فيليك، وكلمة هيدرو تعني مياه، وكلمة فيليك تعني محب. فبنقول ان الرؤوس تكون محبة للماء. طيب بعد كده الهيدز او الرؤوس has affinity with water، يعني بتحب المية، مكان ما تشوف المية تجري عليها. والمية موجودة فين؟ لبرة. فبنقول ان الهيد بتكون directed ايه اوت وورد. طيب رابع خاصية او خامس خاصية ان الهيدز ديت بتكون charged. يعني ايه charged؟ يعني مشحونة، عليها شحنات. طيب شحنات موجبة او سالبة ما علينا. طيب قال لك التيل بقى اللي هو الذيول. قال لك الذيول ديت هي اي حاجه عكس الهيد. كنا بنقول ان الهيد ديت متجهه ناحيه الخارج، دايركتد اوت وورد، دايركتد ايه اوت وورد. طيب اهو كنا بنقول ان الهيد اللي هي بالايه اللي هي عامله زي الكره ديت دايركتد اوت وورد. طيب هذا التيل، التيل بقى اللي هي الذيول، قلنا الذيول ديت بتبقى دايركتد ان وورد. الذيول ديت هتبقى اي حاجه عكس الهيد. طيب الذيول اللي هي التيل بيكون ايه؟ بيكون دايركتد ان وورد، يعني متجه ناحيه الداخل. احيانا ما يجيش يقول لي دايركتد ان وورد، يجي يقول لي دايركتد توورد سنتر اوف ميمبرين، يعني متجهه ناحيه منتصف الغشاء. تمام. طيب قلنا بعد كده التيل ان هي بتكون نون بولر. يعني ايه نون بولر؟ يعني غير قطبيه. بتكون الذيول بتكون هيدروفوبيك. كلمه هيدرو اتفقنا ان كلمه هيدرو يعني ايه؟ يعني مياه. وكلمه فوبيك يعني كاره.
فبنقول ان الذيول بتكون كارهه من الميه، مكان ما مكان ما الميه تقعد تمشي، ما تعش اي مكان في ميه الديون ما تحبهاش. طيب الذيل كمان بيكون نان تشارجد. يعني ايه نان تشارجد؟ يعني مش مشحون، ما عليهوش شحنات. يبقى الهيد عكس الديل، الهيد بيكون دايركتد اوت وورد يعني متجه ناحيه الخارج، بيكون بولر يعني قطبي، هيدروفيليك، وقلنا ان كلمه هيدرو تعني مياه وفيليك تعني محب، فبيقول ان كلمه هيدروفيليك يعني ان الرؤوس بتكون محب للماء. طيب الرؤوس كمان بتكون has affinity with water. يعني ايه has affinity with water؟ يعني مكان ما المية تقعد الرؤوس تقعد، تمام؟ كمان الرؤوس بتكون ايه؟ بتكون charged. طيب الذيول اللي هو التيل، قلنا التيل بيكون directed ايه؟ inward او toward center of membrane، يعني متجه ناحية الداخل. طيب هذه الذيول بتكون كمان ايه؟ بتكون non-polar. يعني ايه non-polar؟ يعني غير قطبية، بتكون hydrophobic. يعني ايه hydrophobic؟ يعني بتكره المية. طيب بتكون non-charged. يعني ايه non-charged؟ يعني غير مشحونة. طيب قال لك تاني حاجة بقى من مركبات السيل ميمبرين اللي هي البروتين، اللي هي الايه؟ البروتين. قال لك عندنا نوعين من البروتين، عندنا كم نوع من البروتينات؟ نوعين. نوع اسمه انترنسك بروتين، او ليه اسم تاني انتجرال بروتين، او ليه اسم تالت ترانس ميمبرين بروتين. قال لك الانترنسك بروتين ديت هي عبارة عن بروتينات محشوره جوه السيل ميمبرين. عباره عن ايه؟ بروتينات مالها محشوره جوه السيل ميمبرين. لما كنا بنيجي نرسم كده الليبيد بايلير، ادي ليبيد بايلير اهو، ليبيد بايلير. قال لك الانترنسك بروتين، هنعتبر ان ده انترنسك بروتين اهو، تمام؟ قال لك الانترنسك بروتين اللي هي البروتينات الداخليه اهو، الانترنسك بروتين او البروتينات الداخليه هي عباره عن بروتينات مالها محشوره جوه السيل ميمبرين، فبنسميها كلمه انتجرال بروتين او ترانس ميمبرين بروتين. قال لك سميت بترانس ميمبرين بروتين لانها تعمل على نقل المواد من خارج الخليه الى داخل الخليه. قال لك سميت بترانس ميمبرين بروتين ايه؟ قال لك لانها بتشيل المواد، تخرجها من الخليه الى خارج الخليه. طيب ولو عايزه تدخل مواد من خارج الخليه الى داخل الخليه، برضه هذه الترانس ميمبرين ايه؟ بروتين بتشيلها. طيب يبقى الترانس ميمبرين بروتين ديت بتبقى موجوده فين؟ قال لك بتبقى محشوره في الليبيد بايلير. حتى كده في الشرح وانا بشرحها لك قلت لك ان هي بتكون فيرمالي اتاتشد. يعني ايه فيرمالي اتاتشد؟ يعني ماسكه بقوه، محشوره جوه الليبت ايه؟ جوه الليبت بايلير. طيب تاني نوع من انواع البروتينات عندنا حاجه اسمها الاكسترنسك بروتين او البريفرال بروتين، اللي هي البروتينات الخارجيه. اهم سؤال بيجي لي على الاكسترنسك بروتين ديت، قال لك الاكسترنسك بروتين بتوجد على غشاء الخليه من الخارج ولا من الداخل؟ قال لك بتوجد الاكسترنسك بروتين او البريفرال بروتين بتوجد على غشاء الخليه من الخارج ومن الداخل. اهو السؤال الاشهر على الاطلاق في الجزئيه ديت، الاكسترنسك بروتين بتوجد على غشاء الخليه. نعملها لك بلون تاني، احنا ورانا غير الالوان اهو، ادي لون تاني. قال لك الاكسترنسك بروتين هنعملها باللون الاخضر ده، هنعتبر ان ديت الاكسترنسك بروتين بتوجد على الغشاء من الخارج ولا من الداخل؟ قال لك بتوجد على الغشاء من الخارج ومن الداخل، يبقى موجوده على البص اهو، بص سايدز اوف سيل ميمبرين، يعني موجودة ناحية بره وموجودة ناحية جوه، موجودة ناحية الخلية من بره من خالص، وموجودة ناحية ايه؟ ناحية السيتوبلاز. يبقى عندي دلوقتي كم نوع من البروتينات؟ نوعين. نوع اسمه انترنسك بروتين، بروتينات محشورة جوه السيل ميمبرين، واكسترنسك بروتين، بروتينات مالها؟ بروتينات موجودة على الايه؟ بره، موجودة خارج السيل ميمبرين. طيب هذه الاكسترنسك بروتين بتبقى موجودة فين؟ قال لك موجودة على البص سايدز اوف
السلم برين، يعني موجودة على الجانب بتاع السلم برين من ناحية بره، وموجودة على الجانب بتاع السلم برين من ناحية جوه. طيب قال لك تالت مكون، وركز قوي في الحتة دي، هو الكربوهيدرات اللي هي السكريات. قال لك الكربوهيدرات او السكريات ديت عندنا منها حاجتين. الكربوهيدرات ما بتبقاش موجوده لوحدها جوه السلم برين، امال ايه؟ قال لك يا اما الكربوهيدرات بتبقى مرتبطه بالبروتينات بنسميها جلايكو بروتين، يبقى يا اما الكربوهيدرات تبقى مرتبطه بالبروتينات بنسميها ايه؟ بنسميها جلايكو بروتين. فبنقول ان الجلايكو بروتين هي عباره عن كربوهيدرات كونجيوجيتد تو بروتين، يعني هي عباره عن سكريات مرتبطه ببروتينات. طيب قال لك والنوع التاني من الكربوهيدرات يا اما تبقى مرتبطه ببروتين يا اما تبقى مرتبطه بدهون. طيب لما الكربوهيدرات ترتبط بدهون بنسميها ايه؟ قلنا بنسميها جلايكوليبيد. يبقى الجلايكوبروتين هي عباره عن السكريات او الكربوهيدرات مرتبطه بالبروتين، طيب انما الجلايكوليبيد هي عباره عن الكربوهيدرات مرتبطه بالليبيد اللي هي الدهون. فبنقول ان الجلايكوبروتين هي عباره عن كربوهيدرات كونجيوجيتد تو بروتين، يعني هي عباره عن كربوهيدرات مرتبطه بالبروتينات. طيب الجلايكوليبيد هي عباره عن كربوهيدرات كونجيوجيتد تو ليبيد، يعني هي عباره عن كربوهيدرات مرتبطه بالليبيد. طيب قال لك الكربوهيدرات ديت بتكون لي حاجه اسمها السيلكوت او الجلايكوجليكس، بنسمي السيلكوت ده اسم معطف الخليه، بنسميه ايه؟ بنسميه معطف الخليه اللي هو بيحوط للخليه من بره، هنعتبر ان ديت الخليه بيحوط للخليه من بره. شايف انت اللي انا قاعد برسمها ده اهو؟ قال لك اللي بيحوط لي بالخليه من بره ده حاجه اسمها السيلكوت او الجلايكوجاليكس. السيلكوت او الجلايكوجاليكس اللي بيحوط لي الخليه منين؟ من بره. وتركز، السيلكوت بيبقى موجود فين؟ فتقول له بيبقى موجود على الاوتر سيرفيس بتاع الايه؟ بتاع السلم برين، يعني على السطح الخارجي فقط بتاع السلم برين، بينما الاكسترنسك بروتين كانت بتبقى موجوده على الاوتر سيرفيس اللي هو السطح الخارجي والانر سيرفيس اللي هو السطح الداخلي. ركز، الله يسترك الله يسترك. الاكسترنسك بروتين موجوده فين؟ موجوده على السطحين، اوتر سيرفيس اوف ذا سلم برين وانر سيرفيس اوف ذا سلم برين، بينما الكربوهيدرات اللي بتعمل لي حاجه اسمها سيلكوت اللي هو بنسميه كلمه معطف الخليه. الاسم الثاني للسيلكوت حاجه اسمها الجلايكو كيليكس، الجلايكو كيليكس. طيب هذا الجلايكو كيليكس بيتكون من حاجتين رئيسيين، اول حاجه اسمها جلايكو بروتين، وتاني حاجه اسمها جلايكو ليبيد. جلايكو بروتين يعني كربوهيدرات مرتبطه ببروتينات، طيب جلايكو ليبيد يعني عباره عن كربوهيدرات مرتبطه بليبيد. طيب قال لك الجلايكو بروتين والجلايكو ليبيدز الاثنين مع بعضهم بيكونوا له حاجه اسمها الجلايكو كيليكس او السيلكوت، بيكونوا حاجه اسمها ايه؟ جلايكو كيليكس او السيلكوت. هذا الجلايكو كيليكس او السيلكوت بيبقى موجود فين؟ قال لك بيبقى موجود على الاوتر سيرفيس اوف السلم برين، بينما الاكسترنسك بروتين اللي هي البروتينات الخارجيه كانت بتبقى، او البريفرال بروتين كانت بتبقى موجوده فين؟ على الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس. طيب وتركز عشان الحته دي جت في امتحان سنه 2021 و2011. قال له الكربوهيدرات الكربوهيدرات لاير اوف ذا سلم برين كومبوزد اوف جلايكو بروتين ولا اكسترنسك بروتين ولا فوسفوليبيد ولا نانوز فولوينج. فتقول له لا، الكربوهيدرات بيتكون من جلايكو بروتين. هو ما جابلوش الجلايكو ليبيد علشان ايه؟ علشان يعني علشان يحبك الاختيارات شويه، تمام؟ عشان ما يجيش في الاخر يقول له ايه اند بي. ده السؤال اللي جاء او جه بالشكل ده، قال له الكربوهيدرات بيتكون من ايه؟ فتقول له كان حاطط له في الاختيارات الجلايكو بروتين. طيب ولكن انا عارف ان الكربوهيدرات بيتكون من حاجتين، جلايكو بروتين وجلايكو ليبيد. وتركز عشان ده جه في امتحان سنه 2021 و2011. قال له الكربوهيدرات لير 2011 كانت جايه اكمل. فقال له الكربوهيدرات لير اوف ذا سيل ممبرين، يعني طبقه السكريات اللي في السيل ممبرين كومبوزد اوف نقط اند نقط. فتقول له جلايكو بروتين وجلايكو ليبيد. تمام؟ تمام. طيب اخر حاجه بقى ناخدها في السلم برين اللي هي الفانكشن اوف ذا سلم برين، وظائف السلم برين.
قلنا السيل ممبرين ده هو عبارة عن ايه؟ الليميتنج ممبرين اوف السيل، يعني هو عبارة عن الغشاء اللي بيحوط لي بالخلية. طيب قال لك وظيفته ايه؟ قال لك وظيفته ان هو بيحدد دخول المواد من والى الخلية. قال لك بيعمل ايه؟ بيحدد دخول المواد من والى الخلية. طيب قال لك احنا عندنا بقى الترانسبورتيشن او النقل او نقل المواد من والى الخلية اهو. كلمة ترانس بورتيشن ليه نقل المواد من والى الخليه، المسؤول عن كده السيل ممبرين. طيب قال لك نقل المواد من والى الخليه بتتم عن طريق ثلاث طرق مهمين جدا عايزك تعرفهم. قال لك اول طريقه اسمها طريقه الباسيف ديفيوجن. باسيف ديفيوجن يعني بنسميه كلمه الانتشار السلبي. قال لك الانتشار السلبي ده هو عبارة عن ان المواد بتعدي من بين طبقات الليبيد بايلير. ادي طبقات الليبيد بايلير اهو، تمام. قال لك المواد بتيجي تعدي من وسط الطبقات بتاعه الليبيد بايلير. قال لك هذه العمليه بتكون اسمها عمليه الباسيف ديفيوجن، بتحصل اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت. السؤال اللي بيجي على طول باسيف ديفيوجن يعني الانتشار السلبي اوكيور، فتقول له اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت يعني على حسب فرق التركيز. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني ان المواد في الباسيف ديفيوجن بتنتقل من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. يبقى في طريقة الباسيف ديفيوجن المواد بتنتقل منين لفين؟ قلنا من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل، فبنسمي انتقال المواد من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل according to concentration gradient، يعني ماشية تبع فرق التركيز. فرق التركيز المفروض المواد تمشي من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل، تمام؟ فبنقول لك ان الكلمه ديت ان انتقال المواد من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل، هذه الكلمه بنسميها كلمه according to concentration gradient. طيب تاني طريقه عندنا اللي هي طريقه الفاسيليتيتد ديفيوجن. قال لك فاسيليتيتد جايه من كلمه فاسيليتيشن، وفاسيليتيشن يعني سهل، وديفيوجن يعني انتشار، فبنقول ان هو عباره عن الانتشار السهل. طيب قال لك الفاسيليتيتد ديفيوجن ده هو عباره عن انتقال المواد من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل برضه. قال لا، ما هو زي الباسيف ديفيوجن اهو. قال لك ولكن في طريقه الفاسيليتيتد ديفيوجن بيحتاج كارير، نيد كارير يعني بتحتاج ناقل. فاكر لما كنت قلت لك ان الانترنسك بروتين اللي هي البروتينات الداخليه بتشتغل كترانس ممبرين، اشتغل تشانل يعني بتشتغل كنواقل، فاكر؟ اه فاكر، انت قلت لي ان الانترنسك بروتين لها اسم تاني اللي هو اسم الترانس ممبرين تشانل، يعني بتشتغل كنواقل. قال لك ما هي بقى في طريقه الفاسيليتيد ديفيوجن هذه الترانس ممبرين بروتين هذه الترانس ممبرين بروتين اهو، ادي الليبيد بايلير وادي الترانس ممبرين بروتين اللي هي الانترنسك بروتين، وادي ليبيد بايلير وادي ليبيد بايلير. قال لك المواد اللي بتعدي بطريقه الفاسيليتيت ديفيوجن بتعدي من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل، ولكن بتحتاج كارير، بتحتاج نقل ينقلها. انما الباسيف ديفيوجن كانت بتعدي من بين الليبيد بايلير، ما حدش يقدر يوقفها. انما عندك في الفاسيليتيت ديفيوجن يقول لك يا باشا خد تعالى، انت ما تمشيش على رجلك، لا احنا في نواقل تشتلك تدخلك لحد جوه الخليه، تمام؟ فاكر انت الناس العبيد اللي كانوا بيجوا ايام الفراعنه شايلين الملك على الخشبه؟ اهو ده بالظبط كده. الحاجه عايزه تدخل جوه الخليه، الترانس ممبرين بروتين يشتلوه كده على كتفه يدخلوه جوه الخليه. هذه الطريقه اللي بتحتاج كارير بنسميها ايه؟ بنسميها طريقه الفاسيليتيت ديفيوجن، تمام؟ وبتكون اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت، يعني تبع فرق التركيز، اي من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. طيب تالت طريقة عندنا وركز فيها، طريقة الاكتف ترانسبورت او بنسميها طريقة النقل النشط. طريقة الايه؟ النقل النشط.
قال لك الاكتيف ترانسبورت او النقل النشط ده هو عباره عن انتقال المواد اجينست تو كونسنتريشن جريديانت، يعني ضد فرق التركيز. يعني ايه ضد فرق التركيز؟ قال لك يعني المواد بتنتقل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. قال لك بنسمي انتقال المواد من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى اجينست كونسنتريشن جريديانت. طب هذه الطريقه بتحدث في ايه؟ قال لك بتحدث في الاكتيف ترانسبورت اللي هو النقل النشط. طيب قال لك الاكتيف ترانسبورت ده علشان المواد تنتقل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى قال لك محتاجه اي تي بي. قال لك يعني ايه محتاجه اي تي بي؟ قال لك يعني محتاج طاقه. فبنقول اهو ان الاكتيف ترانسبورت نيد اي تي بي. قال لك بيحتاج كمان ايه؟ قال لك نيد بامب. يعني ايه بامب؟ يعني مضخه. قال لك ايه؟ قال لك نيد بامب. يعني ايه بامب؟ يعني مضخه. طيب المثال على طريقه الاكتيف ترانسبورت حاجه اسمها الصوديوم ان ايه، عايزين نعمل لون تاني غير اللون الاخضر ده اهو. قال لك المثال عليها ان ايه كي بامب، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى يجي يقول لك الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل بايه، فتقول له بطريقه الاكتيف ترانسبورت. طيب احيانا يجي يقول لي which one of the following is ATP، السؤال اللي كان جه في امتحان قبل كده مش متذكر هو ايه بصراحه، بس جه في مره سؤال قال لك which one of the following methods of transport is ATP dependent، يعني بتعتمد على وجود الاي تي بي، فتقول له هو عباره عن الاكتيف ترانسبورت. تمام تمام. قال لك which one of the following برضو method which one of the following methods of transport the materials او the molecule transported according to concentration gradient، فتقول له الباسيف ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن. تمام تمام. قال لك تاني حاجة بقى عندنا عايزين ناخدها او الطريقتين التانيين، طريقة اسمها الاندوسيتوزيس وطريقة اسمها اكزوسيتوزيس. قال لك الاندوسيتوزيس هي عبارة عن كلمة مقسمة لكم مقطع، اهو اندو سايتو اوزيس. قال لك كلمة اندو يعني داخل، وكلمة سايتو يعني ايه؟ يعني خلية، وكلمة اوزس يعني عملية. فبنقول ان كلمة اندوسيتوزس كلها على بعضها هي العملية التي يتم بها ادخال المواد الى داخل الخلية. يبقى هي عملية الاندوسيتوزس بقول هي بالك موفمنت. يعني ايه بالك موفمنت؟ يعني عبارة عن ابتلاع او حركة المواد، اهو بالك موفمنت اوف سبستانسز، يعني ايه عبارة عن حركة المواد into the cell يعني الى داخل الخليه. قال لك الاندوسيتوزس ديت عندنا منها طريقتين، طريقه اسمها البينوسيتوزس بنسميها السيل درينكينج يعني شرب الخلايا. قال لك البينوسيتوزس ركز ها في امتحان 2016، قال لك البينوسيتوزس ديت بيتم فيها ابتلاع ايه؟ فتقول له الفلويد ماتيريال اللي هي المواد السائله. يبقى الاندوسيتوزس عندنا منها نوعين، نوع اسمه البينوسيتوزس ونوع اسمه الفاجوسيتوزس. نوع البينوسيتوزس بنسميه كلمة السيل درينكينج. يعني ايه سيل درينكينج؟ يعني الخلية بتشرب. فبنقول ان البينوسيتوزس ديت هي عبارة عن عملية ابتلاع الفلويد ماتيريال اللي هي المواد السائلة، بينما عملية الفاجوسيتوزس بنسميها السيل ايتنج اللي هي عملية اكل الخلايا، او الفاجوسيتوزس لها اسم تاني اللي هو عملية البلعمة. تمام. قال لك بيتم فيها ابتلاع ايه؟ السوليد بارتكلز اللي هي المواد الصلبه. يبقى الفلويد ماتيريال عمليه ابتلاع الفلويد ماتيريال بنسميها ايه؟ بنسميها بينوسيتوزس. بنسميها ايه؟ بينوسيتوزس. طيب عمليه ابتلاع السوليد بارتكلز بنسميها ايه؟ قلنا بنسميها فاجوسيتوزس اللي هي عمليه البلعمه. طيب قال لك تاني طريقه عندنا اسمها طريقه الاكزوسيتوزس، واكزوسيتوزس هي عباره عن كلمه برضه مقسمه لاكثر من مقطع، كلمه اكزو وسايتو واوزس. كلمه اكزو يعني خارج، وكلمه سايتو يعني خليه، وكلمه اوزس يعني عمليه. فبنقول ان اكزو سايتوزس هو العمليه التي يتم بها اخراج المواد الى خارج الخليه. فبقول هي بالك موفمنت اوف سبستانسز from inside to inside to outside، يعني هي عملية خروج المواد من داخل الخلية إلى خارج الخلية، بسميها إيه؟ قلنا بسميها اكزوسيتوزس. طيب
قال لك اخر حاجه هنتكلم عن ده عشان جت في امتحان سنه 2014، قال لك حاجه اسمها السيلكوت او الجلايكوجيليكس او الفوزيكوت اللي هو معطف الخليه، اللي هو ايه اللي هو معطف الخليه. طيب قال لك السيلكوت ده هو عباره عن كربوهيدريت لير. وايه كربوهيدريت لير؟ مش كنا بنقول ان الكربوهيدريت دي هي عباره عن حاجه بتتكون من جلايكوبروتين وجلايكوليبيد؟ ايوه، ما هو السيلكوت ده هو عباره عن الكربوهيدريت لير يتكون من جلايكوبروتين وجلايكوليبيد. يتكون من ايه؟ من جلايكوبروتين وجلايكوليبيد. يبقى السيلكوت ده هو عباره عن ايه؟ قلنا ليه اسمين تانيين، جلايكوجيليكس وفوزيكوت. قلنا ان السيلكوت ده هو عباره عن الكربوهيدريت لير، يعني هو عباره عن طبقه السكريات سراوند ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سيل ممبرين، يعني بيحيط بغشاء الخليه منين؟ من الخارج. منين؟ من الخارج. منين؟ من الخارج. ها، يبقى السيلكوت بيحوط للخليه منين يا باشا؟ من الخارج. بينما الاكسترنسك بروتين من الداخل ومن الخارج. يبقى السيلكوت موجود فين؟ موجود على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل ميمبرين اونلي اونلي. طيب لما بنيجي نشوف السيلكوت باللايت مايكروسكوب، قال لك ابير، لما بنيجي نشوف السيلكوت باللايت مايكروسكوب قال لك ابير وينستين، لما بنيجي نصبغه بيظهر بصبغتين، صبغه اسمها السيلفر ستين وصبغه اسمها البي اي اس ستين. وايه؟ الله 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 الله، ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ مش صبغه السيلفر ستين والبي اي اس ستين كنا بنصبغ بيهم السيل باوندري بتاع السيل ممبرين؟ ما هو السيل كود ده هو عباره عن السيل باوندري اللي بيحيط الخليه من الخارج. عشان كده يبقى انا كده عرفت ايه اللي كان بيحيط الخليه من الخارج وكان بيخليني اشوف السيل باوندري، السيل كود. وقلنا ان السيل كود ده بيتكون من حاجتين، جلايكوبروتين وجلايكوليبيد، والسيل كود بيبان بصبغتين، سيلفرستين وبي اي اس ستين. طيب قال لك لما بنيجي نشوفه بالالكترون مايكروسكوب بيبان فوزي لير. يعني ايه فوزي لير؟ مش فوزي لير، فوزي. تمام، فوزي لير يعني ايه؟ يعني عامله زي الجليد كده on the outer surface of the cell membrane، يعني موجوده على السطح الايه؟ على السطح الخارجي بتاع ايه؟ بتاع السيل ممبرين. تمام تمام كده خلصنا السيل ممبرين واستفدنا فيه، وركز على الحاجات اللي انا حاطط لك جنبها جت في امتحان. عموما كل الحاجات اصلا انا حاططها مهمه. طيب تاني حاجه هندخل عندها الميتوكوندريا. الايه؟ الميتوكوندريا. طيب قلنا كلمه ميتوكوندريا هي كلمه مقسمه لكم مقطع؟ مقطعين. كلمه ميتو، كلمه ايه؟ كلمه ميتو وكلمه كوندريا. طيب قلنا ان كلمة ميتو ديت يعني خيط. كلمة ميتو يعني ايه؟ يعني خيط. وخيط هي كلمة ميتو يعني كلمة خيط باللاتيني، وخيط بالانجليزي يعني ثريد. يعني ايه خيط بالانجليزي؟ يعني ثريد. يبقى اهو نرجع تاني، كلمة ميتوكوندريا كلمة مقسمة لمقطعين، كلمة ميتو كلمة لاتينية يعني ايه؟ يعني خيط، وخيط بالانجليزي يعني ثريد. طيب وكلمة كوندريا يعني جرانيولز، وجرانيولز بالانجليزي يعني حبيبات. يبقى كلمة ميتوكوندريا هي كلمة مقسمة لمقطعين، كلمة ميتو تعني خيط يعني ثريد، وكلمة كوندريا تعني جرانيولز اي حبيبات. فبقول ان كلمة ميتوكوندريا هي عبارة عن تركيب بيبان على شكل خيوط وحبيبات. ها ركز، الميتوكوندريا عبارة عن تركيب بيبان على شكل ايه؟ قالك بيبان على شكل خيوط وحبيبات. طيب قالك الميتوكوندريا لها اسماء تانية مهمة جدا. اول اسم ليها الباور هاوس اوف ذا سيل. يعني ايه الباور هاوس اوف ذا سيل؟ يعني بيت انتاج الطاقة، باور هاوس اوف ذا سيل. ميتوكوندريا اشهر سؤال بيجي في الامتحانات، which one of the following is the powerhouse of the cell؟ تقول له الميتوكوندريا. طيب قال لك ممكن ما يجيش يقول لي الباور هاوس اوف ذا سيل، امال يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك احيانا المسؤول عن الاي تي بي برودكشن، مسؤول عن انتاج الاي تي بي.
او ممكن يجي يقول لك الانرجي برودكشن يعني انتاج الطاقه، او ممكن يجي احيانا يقول لك which one of the following responsible for cell respiration يعني تنفس الخليه. كل ديت هي عباره عن كلمات بتوصف الميتوكوندريا. باور هاوس اوف ذا سيل اوف ذا سيل اي تي بي برودكشن، باور هاوس اوف ذا سيل اي تي بي برودكشن، انرجي برودكشن، سيل ريسبيريشن، انيروبيك ريسبيريشن، لانج اوف ذا سيل. احيانا في الشفوي يجي يقول لك قول لي على اعتبار ان الخليه ديت هي جسم عامله زي جسم الانسان، ايه هي اللانج اوف ذا سيل؟ فتقول له الميتوكوندريا. ليه الميتوكوندريا هي الايه اللانج اوف ذا سيل؟ لانها بتبقى مسؤوله عن حاجه اسمها السيل ريسبيريشن. تمام. طيب يبقى الميتوكوندريا هي بيت انتاج الطاقه. تعريفها ايه؟ بنقول هي عباره عن ممبرينس اورجانيل. ما احنا اصلا كده كده بنتكلم على العضلات الغشائيه، يعني عد غشائي. قال لك انفولفد برايمري ان سيل ريسبيريشن يعني بتشارك في عمليه تنفس الخليه. وما هي عمليه تنفس الخليه؟ ما المقصود بعمليه تنفس الخليه اللي هي انتاج الطاقه؟ يبقى تنفس الخليه المقصود به انتاج الطاقه. طيب قال لك اند انرجي برودكشن، ايه هو الانرجي برودكشن وانتاج الطاقه؟ يبقى الميتوكوندريا يجي يقول لك ممبرينس اورجانيل انفولفد ان انرجي برودكشن يعني مسؤول عن انتاج الطاقه، فيبقى ده ايه؟ ده عباره عن الميتوكوندريا او الباور هاوس اوف ذا سيل. طيب قال لك الميتوكوندريا ديت لما بنيجي نشوفها باللايت مايكروسكوب، ركز علشان جت في امتحان سنه من السنين اللي هقوله ده، قال لك ابير از جرانيولز يعني ايه؟ يعني حبيبات، ورود لايك يعني عصيات، وثريد لايك يعني خيوط. ها فاكر لما كنت بقول لك ان تسمية الميتوكوندريا لما سميناها قلنا سميناها على حسب شكلها باللايت مايكروسكوب، مش سمينا الميتوكوندريا ميتوكوندريا، لان كلمة الميتوكوندريا هي كلمة مقسمة لمقطعين. كلمة ميتو تعني ايه؟ قلنا كلمة ميتو تعني خيط، وكلمة كوندريا تعني حبيبات. فبيقول لك لما جينا نشوفها باللايت ميكروسكوب بنت على شكل جرانيولز يعني حبيبات، وبنت على شكل رود لايك يعني عصيات، وثريد لايك يعني ايه؟ ثريد لايك يعني على شكل ايه؟ على شكل خيوط. طيب وده ركز فيه علشان جت في سنه امتحان 2018 و2022 اللي هو امتحان في سنه 2018 والسنه اللي قبل اللي فات. قال لك الميتوكوندريا باي لايت مايكروسكوب ابير از جرانيول ولا رود لايك ولا ثريد لايك؟ فتقول له اول اوف ذيم. تمام. طيب قال لك الميتوكوندريا is stained by، ركز في الصبغتين دول، صبغه اسمها الايرن هيماتوكسيلين، مش صبغه الهيماتوكسيلين، اسمها ايرن هيماتوكسيلين، وصبغه اسمها جانوس جرين بي. يبقى الميتوكوندريا بتتسبغ بصبغتين، ايرن هيماتوكسيلين وجانوس جرين بي، ودي تركز فيها عشان جت في امتحان 2022 و2019. قال له which one of the following stain بتصبغ للميتوكوندريا؟ ايرن هيماتوكسيلين ولا اوزميوم ستين ولا اورسين ستين؟ طبعا دي كلها اسماء صبغات. ولا سوبرا فيتال ستين؟ هتقول له لا، هو عباره عن الايرن هيماتوكسيلين. يبقى الايرن هيماتوكسيلين بتصبغ للايه؟ الميتوكوندريا. طيب قال لك الميتوكوندريا ديت لما بتبقى موجوده بكثره، وين اباندنت يعني ايه؟ وين اباندنت يعني لما بتبقى موجوده بكثره، ذي كوز سيتوبلازميك اسيدوفيليك يعني بتخليني اشوف السيتوبلازم باللون الاحمر. تمام. نيجي بقى على الكبير قوي الالكترون ميكروسكوب، واللي جه عليها سؤالين في امتحان السنه اللي فاتت الالكترون ميكروسكوب. طيب انا عايز تجيب الصوره، عايزين نجيب الصوره، فين الادوب؟ عايزين نجيب الصوره علشان نشوفها اوضح، صوره الميتوكوندريا بالالكترون ميكروسكوب اهي. ادي صورة الميتوكوندريا بالالكترون ميكروسكوب زي ما انت شايف يا ريس. الميتوكوندريا بالالكترون ميكروسكوب بتبان دبل ميمبرين. سؤال امتحان السنة اللي فات، الميتوكوندريا بتبان ايه؟ قالك بتبان دبل ميمبرين اهو. ميتوكوندريا appear as ovoid اولوجيت ستراكشر، مش مهم قوي يعني تركيب بالالكترون ميكروسكوب بتبان تركيب بيضاوي الشكل او تركيب مضوي. طيب قال لك الميتوكوندريا باوندد باي تو ميمبرين يعني محاطه بغشائين. ها
الميتوكوندريا محاطة بكم غشاء؟ غشائين. وجي في امتحان السنة اللي فاتت قال له دبل ميمبرين اورجانيل، هو ايه؟ قال فتقول له الميتوكوندريا. قال لك بتتكون من دبل ميمبرين. يعني ايه دبل ميمبرين؟ يعني غشائين، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. يبقى انا عندي الميتوكوندريا بتتكون من كام غشاء؟ غشائين. قال لك اوتر ميمبرين غشاء خارجي وانر ميمبرين غشاء داخلي. يبقى انا عندي الميتوكوندريا بتتكون من كام غشاء؟ غشائين. اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. يبقى انا الميتوكوندريا بتتكون من كام غشاء؟ غشائين، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. طيب عندنا في السيتولوجي كله حاجتين بيبانوا دبل ميمبرين. اول حاجه عندنا هي الميتوكوندريا، وتاني حاجه عندنا هي النيوكلس اللي هي النواه. لما هنيجي ناخدها كمان شويه هنعرف ان النيوكلس او النواه بتتكون برضو من كام غشاء؟ من غشائين. تمام. يبقى انا عندي الميتوكوندريا بتتكون من كام غشاء؟ دبل ميمبرين. تمام. تمام. وتركز فيها عشان جت في امتحان سنه 2023. طيب قال لك اهم حاجه، قال لك الاوتر ميمبرين ده اللي هو الغشاء الخارجي بيبقى فيه بورين. يعني بورين يعني ثقوب. تمام. وبيبقى سموذ يعني ناعم، ما عليهوش اي حاجه. طيب قال لك بينما الانر ميمبرين اللي هو الغشاء الداخلي بيبقى متعرج. اهو شايف الغشاء الداخلي؟ تعال اما نرسم لك غشاء داخلي، نرسم الميتوكوندري. ادي الميتوكوندري اهي، ادي الغشاء الخارجي. تمام. وادي الغشاء الداخلي. الغشاء الداخلي بيبقى ايه؟ بيبقى متعرج. طيب هذه التعرجات بيبقى اسمها حاجة اسمها كريستي. يبقى الكريستي ديت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن التعرجات بتاع الغشاء الداخلي بتاع الايه؟ بتاع الميتوكوندريا. طيب قال لك هناخد كريستياية واحدة ونكبرها. هناخد ايه؟ كريستياية واحدة، كريستاي اهو، ادي الكريستيا. هناخد واحده ونكبرها، انا هناخد تعرج ونكبره. قال لك لقينا منه طلع عصاية بالشكل ده. طلع منه ايه؟ قال لك طلع منه عصاية. قال لك العصاية لقينا في اخرها كوره. العصاية لقينا في اخرها ايه؟ في اخرها كوره. سمينا الكوره اللي في الاخر ديت حاجه اسمها اليمنتري. بارتكل. سمناها ايه؟ سمناها اليمنتري بارتكل. قال لك الاليمنتري بارتكلز ديت بتحتوي على انزيم مهم جدا اسمه اف 1 انزيم. يبقى ما هو الانزيم الموجود في الاليمنتري بارتكلز؟ وركز عشان دي جت في امتحان السنه اللي فاتت. قال لك الاليمنتري بارتكلز ديت بتحتوي على اي نوع من الانزيمات؟ فتقول له انزيم اسمه اف 1 انزيم. يبقى شفنا الكريستي ديت بيبقى خارج منها عصايه، بيبقى خارج منها عصايه. تمام. قال لك العصايه اسمها ايه؟ اسمها ستاك. يبقى ستاك يعني ايه؟ ستاك يعني عصايه. العصايه اخرها كوره. سمينا الكوره ديت ايه؟ قلنا سميناها اليمنتري بارتكل، او بنسميها اسم تاني اللي هو الانر ممبرين سفير. قال لك الاليمنتري بارتكلز ديت فيها انزيم مهم جدا اسمه ايه؟ اسمه اف 1 انزيم. وتركز فيه علشان جه في امتحان السنه اللي فاتت، وتركز فيها عشان جه في امتحان السنه. اعيدها لك تاني، والله جه في امتحان السنه اللي فاتت والسؤالين دولت في الالكترون مايكروسكوب. الميتوكوندريا بتبان ايه؟ قال لك بتبان دبل ميمبرين، يعني عليها غشائين. قلنا في حاجه تانية لها غشائين، النيوكليس اللي هي النواه. طيب الميتوكوندريا باوندد باي دبل ميمبرين، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. هذا الانر ميمبرين الصعلوك بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه حاجه اسمها بيبقى عليه بيبقى فولدد. يعني ايه فولدد؟ يعني متعري. هذه التعرجات بنسميها كريستي. احيانا يجي يقول لك فولدس ان ميتوكوندريا، ذا انر ممبرين از ذا انر ممبرين هاز فولدس ان ميتوكوندريا. الفولدس ديت بيبقى اسمها ايه؟ فتقول اسمها كريستي. تمام. احيانا يجي يقول لك ايه؟
بس ده السؤال اللي كان كده. قلنا الكريستي بيبقى خارج منها استاك، استاك يعني ايه عصايه، العصايه اخرها كوره، كنا بنسمي الكوره ديت ايه؟ كنا بنسميها كلمه اليمنتري بارتكلز او انر ممبرين سفير. هذه الاليمنتري بارتكلز بتحتوي على انزيم مهم جدا اسمه ايه؟ اسمه الاف 1 انزيم. ايه مسؤوليه الاف 1 انزيم؟ ان هو يحول لي الاي دي بي الى اي تي بي. تمام. ركز بقى في الكلام اللي انا اقوله ده يا ريس، لان ده بقى مش مكتوب لا في الكتاب ولا اتقال في المحاضره ولا عفوا الدكتور اكدت عليه في المحاضره وما اتقالش على المنصه. ايه هو الكلام ده؟ وجي في امتحانات سنين سبعه بيقول لك ان الميتوكوندريا بتكون حاجه اسمها سيمي اوتونوماس اورجانيل. يعني ايه سيمي اوتونوماس اورجانيل؟ يعني عباره عن عضو قائم بذاته. عبارة عن ايه؟ عبارة عن عض قائم بذاته. يعني ايه عض قائم بذاته؟ قال لك او ليه اصلا سميه سيمي اوتونوماس اورجانيل اي عض قائم بذاته؟ قال لك لان هو بيحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين به، وهو الوحيد من الاورجانيلز الذي يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين به. يبقى ما هو الاورجانيلز الذي يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين به؟ هتقول له ده الايه الميتوكوندريا فقط. يبقى الميتوكوندريا هي اللي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين بها، فلذلك سميناها سيمي اوتونوماس اورجانيل يعني عد قائم بذاته. قال لك برضه الميتوكوندريا بتستطيع تصنيع البروتينات، تستطيع تصنيع البروتينات اللي هي محتاجاها. تمام. قال لك برضو الميتوكوندريا ممكن ما نقولش عليها كلمة سيمي اوتونوماس اورجانيل، ليها اسم تاني اندبندنت اورجانيل، مش اندبندنت يعني استقلال. تمام. فبنقول ان السيمي اوتونوماس هي اياها الاندبندنت اورجانيل. يجي يقول لك ويتش وان اوف ذا فولونج السيمي اوتونوماس اورجانيل، تقول له الميتوكوندريا. ويتش وان اوف ذا فولونج از اندبندنت اورجانيل، تقول له الميتوكوندريا. تمام اهو. فبنقول الميتوكوندريا كونتين اتس اون دي ان ايه، يعني بتحتوي على الدي ان ايه الخاص بيها، لذلك الميتوكوندريا تستطيع ان هي تتضاعف اهو. فبنقول ان الميتوكوندريا بتكون سيلف ريبليكيتنج اورجانيل. يعني ايه سيلف ريبليكيتنج اورجانيل؟ يعني بتستطيع ان هي تنقسم باي حاجه اسمها بيناري فيوجن. يعني ايه بيناري فيوجن؟ يعني الانشطار الثنائي. انت كنت خدت في ثالثه ثانوي الانشطار الثنائي. فبيقول لك ان الميتوكوندريا بتكون سيلف ريبليكيتنج اورجانيل، واحيانا يقول لي سيلف دوبليكيتنج اورجانيل. يبقى ما هو السيمي اوتونوماس اورجانيل؟ الميتوكوندريا. ما هو الاندبندنت اورجانيل؟ هو الميتوكوندريا. ما هو الاورجانيل الذي يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين به؟ هو الميتوكوندريا. ما هو السيلف ريبليكيتنج اورجانيل؟ هو الميتوكوندريا. ما هو السيلف دوبليكيتنج اورجانيل؟ هو الميتوكوندريا. اخر حاجه في الميتوكوندريا، قال لك الميتوكوندريا في الماتريكس بتاعتها، ايه هو الماتريكس بتاعتها اللي هي الارضيه بتاعه الميتوكوندريا؟ قال لك بيبقى فيها حاجه اسمها الكترون دنس جرانيول. عايز اجيبها لك في الصوره. قال لك بيبان في الماتريكس اهي، شايف؟ قال لك الكترون دنس اهو، دنس بودي او الكترون دنس جرانيول اهي، حبيبات باللون الايه؟ قال لك حبيبات باللون الاسود. قال لك هذه الحبيبات التي تتلون باللون الاسود يكون فيها كالسيوم، بتكون مخزنه كالسيوم، وبالتالي يجي يقول لي ايه هو العضو الذي يقوم بتخزين الكالسيوم، فتقول له هو الميتوكوندريا. يبقى الميتوكوندريا خدناها لحد الان، قلنا ان الميتوكوندريا هي عباره عن الباور هاوس اوف ذا سيل. احنا ما يجيش يقول لي الباور هاوس اوف ذا سيل، يجي يقول لي ريسبونسبل فور اي تي بي برودكشن، او ممكن ما يجيش يقول لي كده، يجي يقول لي ريسبونسبل فور energy production، responsible for cell respiration، responsible for aerobic respiration، responsible for او يجي يقول لك اللنج اوف السيل. قلنا لما بتيجي نشوفها باللايت مايكروسكوب بتبان على شكل جرانيولز، حبيبات، رود لايك عصيات، ثريد لايك يعني خيوط. قلنا تاني ان هي بتتسبق بصبغتين مهمين جدا، صبغه الارني ماتوكسيلين وصبغه الجانوس كريم بي، ولكن عندما تتواكد الميتوكوندريا بكثره فانها تبان اسيدوفيليك يعني باللون الايه؟ باللون الاحمر. طيب بينما بالالكترون مايكروسكوب، هذا الالكترون مايكروسكوب
قلنا بتبان ايه؟ بتبان دابل ميمبرين. يعني ايه دابل ميمبرين؟ يعني ذات غشائين، تحتوي على غشائين، اوتر ميمبرين اند انر ميمبرين. قال لك الانر ميمبرين بيبقى متعرج، بيبقى ايه؟ بيبقى متعرج. سمينا التعرجات ديت حاجه اسمها كريستي. قال لك هذه الكريستي او هذه التعرجات يخرج منها عصا، العصا في نهايتها كره، والكره تحتوي على اف 1 انزيم. ركز فيها عشان جت في امتحان السنه اللي فاتت. طيب قال لك بعد كده قلنا ان الميتوكوندريا بتكون سيمي اوتونوماس اورجانيل، يعني عض قائم بذاته. لماذا يكون سيمي اوتونوماس اورجانيل عض قائم بذاته؟ لانه يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين به. ان الميتوكوندريا هي العض الوحيد الذي يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه. فبقول ان الميتوكوندريا ار سيمي اوتونوماس اورجانيل، يعني عضيات قائمه بذاتها، او ممكن تسمى بإندبندنت اورجانيل، يعني عضيات ايه؟ عضيات مستقله بذاتها. اندبندنسي يعني الاستقلال، احمد عرابي والكلام ده. طيب قلنا الميتوكوندريا بتحتوي على ايه؟ قلنا بتحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه الخاصين بيها، لذلك بنسميها كلمه سيلف ريبليكيتنج اورجانيل او سيلف دوبليكيتنج اورجانيل. يعني هي عباره عن عضيات لها القدره على الانقسام. بتنقسم باي طريقه؟ قلنا بانقسام بطريقه الانشطار الثنائي اللي هو البيناري يوجد. طيب قلنا كمان ان الميتوكوندريا بيبقى الماتريكس بتاعتها بيبقى فيها ايه؟ قالك بيبقى فيها كالسيوم. بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كالسيوم. قالك وبرضو الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا بيبقى فيها ايه؟ قالك بيبقى فيها انزيمات. تمام. تالت ممبرينس اورجانيل عندنا جولجي عباريتس او جولجي اباريتس، جهاز جولجي. قالك جهاز جولجي ده هو عبارة عن ممبرينس اورجانيل، يعني عض غشائي. بيعمل ايه ده؟ قالك مسؤول عن كونسنسز وكونسنتريشن. يعني ايه سنسز؟ يعني تصنيع. كونسنتريشن يعني تركيز. بيكينج يعني تعبئة. اند ريليز اوف سيكريتوري برودكت، يعني هو مسؤول عن ان هو يصنع لي ويركز لي ويعبي لي المواد اللي هنخرجها بره الخلية. بسمي الجولج اباريتس ده، بسميه انا كده، بسميه جهاز التصدير او جهاز التعبئة. يبقى سميه ايه؟ جهاز التصدير والتعبئة. يبقى جولجي اباريتس بسميه ايه؟ بسميه جهاز التصدير والتعبئة. طيب قال لك جولجي لما باجي اشوفه باللايت مايكروسكوب، الميكروسكوب الضوئي، قال لك لما جينا نستخدم صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين، ركز عشان جه في امتحان السنه اللي فاتت وبيجي على طول في الامتحانات، قال لك ابير اس سوبرا نيوكليار لايتر ستيند ريجون. يعني هي عباره عن منطقه فاتحه فوق النواه. منطقه ايه؟ قال لك منطقه فاتحه فوق النواه. تمام، عايزين حته فاضيه، هنعتبر ان ديت النواه، ماشي، عفوا، هنعتبر ان ديت الخلية وديت النواة. قالك الخلية كلها بتتصبغ اهو، الخلية كلها بتتصبغ، ماشي اهو، دي كلها اتصبغت اهي، ماشي. قالك ما عدا منطقة فوق النواة. ما عدا منطقة فين؟ قالك ما عدا منطقة فوق النواة اللي هي المنطقة دي. قال لك المنطقه ديت بتكون سوبرا نيوكليير لايتر ستيند ريجون، يعني هي عباره عن منطقه فوق النواه وبتكون غير مسبوغه، ان ستيند اريا، يعني منطقه غير مسبوغه. فبنقول على المنطقه الغير المسبوغه اسم مشهور جدا اسمه نيجاتيف جولجي ايمج. يبقى نيجاتيف جولجي ايمج هو عباره عن منطقه، هو عباره عن المنطقه التي يتواجد بها جهاز جولجي، وهذه المنطقه ما خدتش صبغه، كل الخلية اتصبغت ما عدا المنطقة اللي فيها جهاز جولجي. بانت انستند اريا يعني منطقة غير مسبوغة، اهو انستند اريا يعني منطقة غير مسبوغة، بنسميها نيجاتيف جولجي ايمج. يجي احيانا يقول لك نيجاتيف جولجي ايمج بتبان بايه؟ فتقول له بتبان بايه؟ بصبغة الهيماتوكسيلين اند ايوسين. طيب جه شوية علماء قال لك دلوقتي انا ما قدرتش اشوف الجولجي اباريتس، انت قلت لي ان هو بيبان في صوره نيجاتيف جولجي ايمج فوق النواه، يعني منطقه غير مصبوغه موجوده فوق النواه.
لكن انا عايز اشوف الجولجي ابارتس. قال لك بيبان بصبغتين، صبغه اسمها سيلفر ستين، صبغه الفضه، وصبغه اسمها الاوزميامستين، صبغه السيلفر سولتس اللي هي املاح الفضه اللي هي الاي جي. قال لك بتبان براون جرانيول، يعني حبيبات لونها بني. طيب قال لك وبالاوزميامستين، قال لك الجولجي بيبان بلاك نتورك، يعني شبكه لونها اسود. تمام تمام، يبقى انا عندي جولجي باللايت مايكروسكوب عندنا خدنا فيه ثلاث صبغات. صبغه الاتش اند اي بيبان ايه؟ قلنا بيبان نيجاتيف جولجي ايمج، يعني عباره عن ايه؟ عباره عن الخليه كلها بتتصبغ ما عدا المنطقه اللي فيها جولجي موجوده فوق النواه ومش مسبوغه. احيانا يجي يقول لك لايتر ستيند ريجون، يعني منطقه غير مسبوغه، او احيانا يجي يقول لك الان ستيند اريا، فتقول له ديت عباره برضو عن الجولجي عباريتس او الجولجي ابرتس. طيب قال لك هذا الجولجي ابريتس بيبان بصبغتين تانيين، صبغه اسمها السيلفر ستين وصبغه اسمها الاوزميامستين. تمام، قال لك بالسيلفر ستين بيبان براون جرانيول حبيبات لونها بني، وبالاوزميامستين بتبان بلاك جرانيول او بلاك نتورك يعني حبيبات لونها اسود. طيب بينما الجولجي ابريتس بالالكترون ميكروسكوب، قال لك الجولجي ابريتس بالالكترون ميكروسكوب، تعال اما نجيب لك الصوره خير من الف كلمه، نجيب صوره. ادي المذكره بتاعت الشرح، شرحنا تفصيل وزهقنا شرح وبنراجع ولسه ياما هنراجع وياما هنشوف اهو. قال لك الجولجي ابريتس في الالكترون ميكروسكوب، الجولجي ابريتس از فلاتند ميمبرينس فيسكل، بيكون من ايه؟ قال لك بيتكون من عباره عن انابيب. انابيب سمينا الانابيب دي كلمة ساكيول، وكلمة ساكيول هي تصغير كلمة ساك، كلمة ساك يعني كيس، وكلمة ساكيول يعني كويس. تمام، فبقول ان جولجي ابريتس بيبان عبارة عن مجموعة من الساكيول، ادي ساكيول اهي، وادي كمان ساكيول، وادي كمان ساكيول، وادي كمان ساكيول، وادي كمان ساكيول. تمام تمام. قال لك الجولجي ساكيول ارينجت ان جولجي ستاكس، يعني الساكيولز ديت بت ايه بتترتب في حاجه اسمها ستاكس. تمام، قال لك الاتش ستاك تمام كونتين فروم 3 ل 10 ساكيول، ديت كلها على بعضها كده اسمها ستاك. قال لك بتحتوي كل ستاك بتاخد من 3 ل 10، ادي 1 2 3 4 5، فبقول لك كل ستاك بيبقى فيها من 3 ل 10 سكيول. طيب قال لك ركز بقى، قال لك الجولجي ابريتس بيبان بوشين، عارف انت الكوميكس بتاعي يقول لك الجو ساعة في الشتاء مش بقدر اغسل وشي، ما بالك بالناس الايه، ما بالك بالناس اللي بوشين. تمام، طيب فبنقول ان انا عندي الجولجي ابريتس ليه وشين، ليه وجهين. تمام، قال لك الوجه الاول بيبقى اسمه السيز فيس، اهو الوجه الاول ده بيبقى اسمه ايه؟ ركز الصوره معايا، بيبقى اسمه ايه؟ قلنا بيبقى اسمه سيز فيس، والوجه الثاني بيبقى اسمه ماتيورينج فيس او ترانس فيس. يبقى انا عندي جولجي ابريتس له وشين او له وجهين، وجه اسمه سيز فيس ووجه اسمه ايه؟ ووجه اسمه ترانس فيس. طيب قال لك السيس فيس ده بيبقى ليه اسماء تانية وركز فيها، بعرفنا ان هو ليه وشين، وش سيس فيس ووش ترانس فيس. طيب تعالى بقى اما نشوف الاسماء التانية اهو، تعالى اما نراجع تاني. قال لك ده مين ستراكشر وجولجي ابريتس حاجة اسمها ايه؟ الجولجي ساكيول. تمام، قلنا الساكيول ديت بتتجمع عشان تكون لي حاجة اسمها ستاكس، قلنا كل ستاك بيبقى فيها من 3 ل 10 ساكيول. طيب وقلنا ان عندنا اتش ستاك اللي هي فيها من 3 ل 10 ساكيول لها وشين، الوش الاولاني اسمه سيس فيس والوش الثاني اسمه ترانس فيس. طيب الاسماء الثانيه للسيس فيس اسمها الفورمينج فيس، اسمها ايه؟ اسمها الفورمينج فيس او اسمها الاماتيور فيس، لان لسه البروتينات اللي بتبقى داخله للجولجي ابريتس من السيس فيس بتبقى لسه اماتيور، او بيبقى ليها اسمه الانتري فيس. تمام، طيب او احيانا يجي يقول لك الكونفكس فيس، يعني الوجه الايه؟ الوجه المحدب. طيب
قال لك الفورمنج فيز او السيس فيز او الاماتور فيز او الانتري فيز او الكونفكس فيز. قال لك الفيسيكل او الحويصله اللي بتبقى داخله فيه بيبقى اسمها سمول ترانسفير فيسيكل. بيبقى اسمها ايه؟ قال لك بيبقى اسمها سمول ترانسفير فيسيكل، يعني عباره عن فيسيكل او حويصله صغيره بيبقى اسمها ترانسفير فيسيكل، بتبقى شايله جواها شويه بروتينات. طيب الترانسفير فيسيكل ديت بتبقى جايه منين؟ قال لك بتبقى جايه من الرف اي ار. تعالى كده اما نشوف الصور اهو، ادي الرف اي ار بتصنع ترانسفير فيسيكل. الترانسفير فيزيكال ديت بتدخل منين؟ قال لك بتدخل من السيس فيز. طيب الترانسفير فيزيكال ديت بيبقى فيها ام ماتيور بروتين، اي بروتينات غير ناطقه، لذلك سميناه السيس فيز ايه؟ ام ماتيور فيز، وسميناه سيس فيز، وسميناه كونفكس فيز لانه بيبقى محدب، وسميناه ايه تاني؟ وسميناه الانتري فيز لان المواد او البروتينات اللي هيحصل لها موديفيكيشن هتدخل منه. تمام تمام. طيب قال لك وبعد بقى اما المواد يحصل لها موديفيكيشن ويحصل لها تعديل بتخرج ماتيور، فبتخرج من الايه؟ لما بتيجي تخرج من الوجه الثاني قال لك بتخرج من الماتيورنج فيز او الترانس فيز او الاكزيت فيز. تمام تمام. قال لك الاكزيت فيز ده بيكون كونكيف. يعني ايه كونكيف؟ يعني مقعر. فبقول لك ان الماتيورنج فيز اسوشيتد ويز ماتش لارجر سكريتوري جرانيول، يعني بيخرج منه حاجه اسمها السكريتوري جرانيول، وركز فيها عشان جت في امتحان 2016 و2005. قال لك ايه هي نوع الجرانيول اللي بتخرج من من الماتورنج فيس او الاكزيت فيس؟ فتقول له ديت عباره عن ايه؟ فتقول له ديت عباره عن السيس فيس، الترانس فيس عفوا. تمام تمام. طيب قال لك ايه بقى الفانكشن بتاع الميتوكوندريا وايه الفانكشن بتاع الجولجي ابارتس؟ قال لك الميتوكوندريا مسؤوله عن الاي تي بي برودكشن والسيل ريسبيريش، انتاج الطاقه. قال لك تاني وظيفه ليها ان هي بارتيسيبيت ان ريجوليشن اوف الكالسيوم ويز انسايد سول. طبعا في الشرح قلت لك ان السيتوسول ده بيحتوي على بعض الايونات. تمام. طيب قال لك السيتوسول ده لو الكالسيوم قل فيه، لو الكالسيوم قل في السيتوسول يجي السيتوسول على الميتوكوندريا يقول لها هات لي شويه كالسيوم اللي موجودين عندك، فالميتوكوندريا تديله. فاقول لك الميتوكوندريا مسؤوله عن تنظيم الكالسيوم الايه اللي موجود في السيتوسول. يبقى وظيفتين للميتوكوندريا، اي تي بي برودكشن انتاج الطاقه، وكالسيوم ريجوليشن يعني بيظبط لي مستوى الكالسيوم في السيتوسول. طيب ايه وظيفه بقى جولجي ابريتس؟ ركز فيه. قال لك جولجي ابريتس ده بيعمل حاجه اسمها البروتين موديفيكيشن. يعني ايه بروتين موديفيكيشن؟ يعني تعديل البروتين. قال لك بيعمل ثلاث عمليات مهمين جدا، عمليه اسمها جلايكوزايليشن، جلايكوزايليشن يعني بيضيف عليه كربوهيدرات، عمليه اسمها سلفيشن يعني بيضيف عليه سلفر، السلفر اللي هو كبريت، عمليه اسمها فوسفوريوليشن بنضيف عليه فوسفور. يبقى يجي يقول لك جلايكوزايليشن اوكيور ان، تقول له الجولجي ابارتس. سلفيشن اوف البروتين بتحصل فين؟ تقول له في الجولجي ابارتس. فوسفوريوليشن بتحصل فين؟ فتقول له في الجولجي ابارتس. طيب اي حاجه فيها بروتين، هقول لك قاعده بس يا رب ما تنساهاش، اي حاجه للبروتين بتحصل في جولجي ما عدا تصنيعه. بيحصل فين؟ بيحصل في الريبوسوم والرف اي ار. يبقى جولجي ابارتس بيعمل لي كل حاجه في البروتين، جلايكوزايليشن، سلفيشن، فوسفوريليشن، تعبئه البروتينات، اي حاجه، بس حاجه وحيده ما بيعملهاش، ما بيصنعش البروتين. يبقى بيعمل كل حاجه في البروتين ما عدا تصنيعه اللي بيصنعه الريبوسوم والرف اي ار. تمام. طيب قال لك من وظائف جولجي ان هو بيعمل باكج البروتين ان سكريتوري برودكت، يعني بيعبي البروتينات في ايه؟ في حويصلات مفرزه. قلنا السكريتوري فيسيكل ديت، السكريتوري فيسيكل كانت بتخرج منين؟ كانت بتخرج من الترانس فيس، فاكر؟ طيب قال لك وظيفه مهمه جدا لجولجي ابريتس ان هو بيعمل لي رينيوال اوف السيل ممبرين، يعني بيجدد لي السيل ممبرين. الجولجي ابريتس بيعمل لي ايه؟ قلنا بيعمل لي رينيوال اوف السيل ممبرين، يعني بيجدد لي السيل ممبرين. طيب قال لك في حاجتين عايز تاخد بالك منهم قوي، حاجه اسمها الترانسفير فيسيكل والسكريتوري فيسيكل. قال لك الترانسفير فيسيكل ديت بتنتج منين؟ قال لك اورجينيت فروم راف اي ار. يبقى بتخرج منين؟ بتخرج المصدر بتاعها الراف اي ار. طيب بينما السكريتوري فيسيكل حصلات المفرزه، قال لك اورجينيت فروم، عفوا السكريتوري فيسيكل مش من الاس سي ار، من الجولجي ابريتس. السكريتوري فيسيكل منين؟
من الايه، من الجولجي اباريتس، اورجينيت فروم جولجي اباريتس. طيب قال لك الترانسفير فيسيكل انتر فروم سيس فيس، يعني بتدخل من السيس فيس. طيب بينما السكريتوري فيسيكل بتدخل من ايه، بتخرج منين؟ قال لك بتخرج من الترانس فيس. تمام تمام. طيب بعد كده هناخد حاجه مهمه جدا الا وهي الاندوبلازميك ريتيكولم، اللي هي الشبكه الاندوبلازميه. ايه هو تعريف الشبكه الاندوبلازميه؟ بيقولوا هي عباره عن الريجولار نتورك. يعني ايه الريجولار نتورك؟ يعني شبكه غير منتظمه من حاجه اسمها برانشنج انستموزنج تبيول، يعني عباره عن انابيب غير منتظمه. يبقى الاندوبلازميك ريتيكولم عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن انابيب غير منتظمه. قال لك الانابيب ديت بسميها كلمه سيسترني، بسميها كلمه ايه؟ سيسترني. وعايزك تفرق ما بين كريستي اللي كانت ايه، اللي هي عباره عن التعرجات بتاع الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا، وسيسترني اللي هي عباره عن الانابيب بتاعه الاندوبلازميك ريتيكولم، وسكيول اللي هي عباره عن الانابيب بتاعه جولجي اباريتس. طيب قال لك الاندوبلازميك ريتيكولم ديت عندنا منها نوعين. قال لك هنقسمها على حسب ايه؟ قال لك هنقسمها على حسب وجود الريبوسومات على السطح الخارجي او لا، يعني في ريبوسومات ولا ما فيش ريبوسومات. طيب قال لك والله لو في ريبوسومات بنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولم، شبكه اندوبلازميه خشنه، ولو ما فيش ريبوسومات بنسميها سموز اندوبلازميك ريتيكولم، شبكه اندوبلازميه ملساء. طيب قال لك الرف اندوبلازميك ريتيكولم لما بنيجي نشوفها باللايت مايكروسكوب بتبان بيزوفيليك. يعني ايه بيزوفيليك؟ يعني باللون الازرق. تمام. طيب قال لك الرف اي ار بتكون جرانيولار. يعني ايه جرانيولار؟ يعني محببه عليها حبوب اللي هي الريبوسومات من بره. بينما الاس سي ار بتكون مش جرانيولر، بتكون جرانيولر، يعني ما عليهاش حبوب. تمام، راجع الحته دي تظبطها. تمام، يبقى الراف اي ار بتكون جرانيولر عليها حبوب، بينما الاس سي ار بتكون جرانيولر يعني ما عليهاش حبوب. وتركز عشان في مره في سنه من السنين قال له جرانيولر اندوبلازميك ريتيكولم، فتقول له ديت عباره عن الايه؟ عباره عن الاس سي ار. طيب قال لك الرف اي ار بتبان جرانيولر، فبتبان بيزوفيليك. يعني ايه بيزوفيليك؟ يعني باللون الازرق. طيب قال لك الرف اي ار بتبقى عباره عن كونسيستنج اوف انستموزنج نتورك اوف سيستيني، يعني عباره عن انابيب متحده مع بعضها. اهو اهو ده شايف كلها انابيب اهي، مالها؟ متحده مع بعضها هذه الانابيب. تمام تمام. يبقى الرف اي ار عباره عن ايه؟ عباره عن برانشنج انستموزنج تبيول، انابيب متحده مع بعضها. ما وظيفه الرف اي ار؟ قال لك وظيفتها ان هي تعمل لي بروتين سينثيسيس، يعني تصنيع البروتينات. عن طريق ايه؟ قال لك عن طريق الريبوسومات اللي موجوده على السطح بتاعتها. قال لك بتبقى موجوده بالشكل ده كده. هنعتبر ان ديت رف اي ار اهو. تمام؟ قال لك الريبوسومات بتبقى موجوده على السطح، بيبقى فيها عصايه كده خارجه وعلى ريبوسوم. على عصاية وشايلة ريبوسوم. والريبوسوم بيتكون من كام؟ عايز برضو امثلها لك بشكل افضل. اهو هنعتبر ان ديت الايه؟ الاندوبلازميك ريتيكولم اهي. تمام؟ قالك هتبقى عبارة عن عصاية على ريبوسوم، والريبوسوم بيتكون من حاجتين، لارج سابيونت وحدة كبيرة وسمول سابيونت، وهكذا بقى ريبوسومات بتبقى موجودة. طيب الرف اي ار مسؤول عن ايه؟ قال لك مسؤول عن تصنيع البروتين. وبالتالي احيانا يجي يقول لي اي اشهر عضو موجود في الـ 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 البروتين سينثيتك سيل، يعني الخلايا المصنعه للبروتين، فتقول له الرف اي ار. ليه الرف اي ار؟ لانه بتصنع للريبوسوم. طيب قال لك الرف اي ار بتعمل لي حاجه اسمها بروتين سيجريجيشن. يعني ايه بروتين سيجريجيشن؟ يعني الريبوسوم بيقعد يصنع لي بروتينات كتير، انا عايز بقى اشوف البروتينات اللي هصدرها بره الخليه، البروتينات اللي هتروح للسيل ممبرين، البروتينات اللي هتعمل ايه، البروتينات اللي هتكون لي الانزيمات بتاعه الخليه. تمام 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 يا ريس، تمام يا ريس. طيب يبقى الرف اي ار مسؤول عن ايه؟ قال لك مسؤول عن البروتين سينثيسيس اللي هي تصنيع البروتين. طيب تاني حاجه هي الاس سي ار، اللي هي الشبكه الاندوبلازميه
الايه الملساء. قال لك السموز اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكه الاندوبلازميه الملساء ما بيكونش عليها ريبوسومات وبالتالي بتبان سموز. يعني ايه يعني ملساء؟ قال لك السموز اندوبلازميك ريتيكولم دازنت ابير باللايت مايكروسكوب، ولكن لما بيبقى عددها كبير قوي بتبان اسيدوفيليك. يعني ايه اسيدوفيليك؟ يعني بتبان باللون الاحمر. طيب قال لك الاس سي ار ابير از ايريجولار نتورك، يعني هي عباره عن شبكه غير منتظمه من الايه من الانابيب. هتلاقي انابيب داخله يمين وانابيب داخله شمال وانابيب داخله في بعضها، شبكه غير منتظمه. تمام تمام. اهم حاجه في الاس سي ار الوظائف بتاعتها، انسى اسمك واحفظ الوظائف بتاعت الاس سي ار. طيب قال لك الاس سي ار مسؤول عن تصنيع الليبيد سينسز، يبقى ايه اللي مسؤول عن تصنيع البروتين؟ الرف اي ار، بينما الاس اي ار مسؤول عن تصنيع الليبيد. طيب قالك زي ايه الليبيد اللي ممكن نصنعها؟ زي الفوسفوليبيد. تمام. وبالتالي يجي يقول لك احيانا الفوسفوليبيد بتتصنع بواسطه، تقول له الاس اي ار. تمام تمام. يبقى الاس اي ار مسؤول عن تصنيع الليبيد سينثيس. طيب قالك الاس اي ار مسؤول عن حاجه اسمها دراج ديتوكسيفيكيشن. يعني ايه دراج ديتوكسيفيكيشن؟ اي دواء احنا بناخده بيبقى عباره عن ماده سامه. تمام. الدواء اللي احنا بناخده عباره عن ماده سامه، ولكن احنا بناخد الدواء بجرعات صغيره جدا، لذلك بيدخل يعالج جسمنا. تمام. فقال لك الدواء ده لو زاد عن حده يعمل لي توكسيميا او توكسيسيتي. يعني ايه توكسيسيتي؟ يعني سميه. فقول لك الاس سي ار ده مسؤول عن دراج توكسيفيكيشن، يعني نزع سميه الدواء. طيب ركز لي بقى في الوظيفه الجايه دي. قال لك الاس سي ار بتعمل لي كالسيوم ستورج. يعني ايه كالسيوم ستورج؟ يعني بتخزن لي الكالسيوم. خدنا ايه تاني كان بيخزن لي الكالسيوم؟ ميتوكوندريا. يبقى انا عندي عضيين بيخزنوا الكالسيوم، ميتوكوندريا واس سي ار. لو جه في مره في سنه من السنين، وده كان جه في امتحان طب كفر الشيخ. تمام. جه في امتحان طب كفر الشيخ في مره وقال لي ويتش وان اوف ذا فولوينج اورجانيل از ريسبونسبل فور كالسيوم ستورج، مسؤول عن تخزين الكالسيوم. وقام جه حاطط له الميتوكوندريا والاس سي ار وجولجي واللايسوسوم. طبعا هو كده خيارك ما بين الميتوكوندريا والاس سي ار، الاثنين بيخزنوا كالسيوم، بس لو جه خيار ما بينهم اختار ايه؟ قال لك اختار الاس سي ار. تمام تمام. طيب بعد كده او ثالث وظيفه من وظائف الاس سي ار بتكون مسؤوله عن حاجه اسمها الاسترويد هرمون سينثيز، يعني الهرمونات الدهنيه. بيبقى في الهرمونات عندنا بيبقى ليها في هرمونات بروتينيه، طبعا خدت الكلام ده في ثالثه سنه، في هرمونات بروتينيه في هرمونات دهنيه. قال لك الهرمونات الدهنيه المسؤوله عن تصنيعها الاس سي ار. تمام. قال لك اخر وظيفه برودكشن اوف الاتش سي ال ان جاستريك بارايتال سيل، يعني بتنتج لي الاتش سي ال اللي هو الحمض اللي بيتم افرازه فين؟ اللي بيتم افرازه في المعده. طيب كده خلصنا الاندوبلازميك ريتيكولوم. بعد كده عندنا البروكسوسوم او الميكروسوم. طيب البروكسوسوم ده بنقول عليه هو اسفيريكال ممبرينس اورجانيل، يعني هو عباره عن اورجانيل مدور، اورجانيل مدور بالشكل ده اهو، اورجانيل مدور اسفيريكال ممبرينس اورجانيل، اورجانيل غشائي مدور. كونتيننج بيروكسايد فورمينج انزيم، يعني بيحتوي على انزيمات البيروكسايد. زي ايه؟ قال لك زي الكاتاليز، انزيمات اسمها الكاتاليز، هنعرف كمان شويه بتعمل ايه. Involved in the formation and degradation of intracellular hydrogen peroxide. قال لك الكاتاليز ديت بتعمل لي ايه؟ قال لك الكاتاليز ديت بتروح على حاجه اسمها الهيدروجين بيروكسيد اللي هي فوق اكسيد الهيدروجين اللي هي رمزها H2O2. قال لك الكاتاليز ديت بتروح تكسر لل H2O2 الى H2O زائد O2. تمام؟ يبقى الكاتاليز بتعمل لي ايه؟ قال لك بتكسر لي الهيدروجين بيروكسيد الى H2O زائد O2. طيب قال لك البروكسوسوم باللايت مايكروسكوب دازنت ابير، ما بنشوفهاش، بينما بالالكترون مايكروسكوب قال لك عباره عن ممبرين باوندد فاكيول، يعني عباره عن حويصله محاطه بغشاء. قال لك بتبقى موجوده لارج انهيباتوسايت، وركز في الحته دي عشان جت في امتحان في سنه من السنين. قال له البروكسوم ابير لارج فين؟ فتقول له في الهيباتوسايت. ايه هو الهيباتوسايت؟ اللي هي خلايا الكبد اند كيدني سيل، اللي هي خلايا ايه؟ اللي هي خلايا الكليه. طيب قال لك البروكسوم بيكون سمول، بيكون صغير
في الانتستاينال سيل اللي هي الخلايا بتاعت الايه بتاعت الانتستين اللي الامعاء، بنسميه كلمه مايكرو بروكسيسوم، بنسميه مايكرو ايه مايكرو بروكسيسوم. طيب قال لك الفانكشن بتاع البروكسيسوم، قال لك بيحتوي على البروكسيسوم بيحتوي على انزيمات اسمها الدي امينو اسيد اوكسيديز، اليوريت اوكسيديز، والكاتاليز انزيم. الكاتاليز ده اللي كان بيعمل لي ايه، اللي كان بيكسر لي H2O2 الى H2O زائد O2. طيب قال لك الدي امينو اسيد اوكسيديز واليوريت اوكسيديز ار ريسبونسبل فور برودكشن اوف الهيدروجين بروكسايد. يعني الدي امينو اسيد اوكسيديز واليوريت اوكسيديز بينتجوا لي الهيدروجين بروكسايد اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين، بينتجوا له الهيدروجين بروكسايد. طيب قال لك وبعد ما الدي امينو اسيد اوكسيديز واليوريت اوكسيديز ينتجوا لي H2O2 يجي الكاتاليز يكسر لي H2O2. هو فضى بقى، يعني في انزيمات، الانزيمات الدي امينو اسيد اوكسيديز واليوريت اوكسيديز يكونوا لي H2O2، قال لك وبعد ما يكونوهم يجي الكاتاليز يكسر ال H2O2 اللي الى الى ايه الى H2O زائد مي، فاضى بقى. تمام، يبقى اهو الدي امينو اسيد اوكسيديز واليوريت اوكسيديز ريسبونسبل فور برودكشن اوف الهيدروجين بروكسايد، بيكونوا له فوق اكسيد الهيدروجين. طيب بعد ما يكونوا له فوق اكسيد الهيدروجين، قال لك الكاتاليز، الكاتاليز انزيم الكاتاليز بيعمل ايه، قال لك بيعمل ديتوكسيفيكيشن اوف الفاريوس توكسيك سبستانسز. يعني بايه، بينزع سميه بعض المواد زي ايه، زي الكحول والفينول والفاتي ايه والفاتي اسيد. تمام، لان المواد ديت بتحتوي الكحولات اللي هي الخمره والحاجات ديت بيبقى فيها فوق اكسيد الهيدروجين، وبيبقى فيها مواد سامه ممكن تسمم لي الكبد. تمام، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم الايه، حرم الخمر. طيب اخر عده عندنا بقى اللايسوسوم، وركز عشان اللايسوسوم مهم، ولو انت بتبصمج قبل الامتحان بيوم وجاي تقول لي نشل على حته اقول لك نشن على اللايسوسوم. قال لك كلمه لايسوسوم دي كلمه مقسمه لمقطعين، كلمه لايسو جايه من كلمه لايسز، ولايسز يعني يحلل، وكلمة سوم يعني بادي، وبادي يعني جسم. فبقول ان كلمة لايسوسوم هي عبارة عن الاجسام المحللة، الاجسام الايه المحللة. فبقول ان الديفينيشن بتاع اللايسوسوم، تعريف اللايسوسوم، ممبرين باوندد فيسيكل، يعني حويصلة متحوطة بغشاء، كونتيننج ا نمبر اوف هيدروليتيك انزيم، بتحتوي على انزيمات مكسرة او انزيمات هاضمة. ركز، اللايسوم بيحتوي على ايه، بيحتوي على هيدروليتيك انزيم، بينما البيروكسوسوم بيحتوي على ايه، قالك البيروكسوسوم بيحتوي على اوكسيديتيف انزيم. تمام، تمام. قالك اللايسوسوم ده عندنا منه نوعين، نوع اسمه برايمري لايسوسوم، نوع اسمه ايه برايمري لايسوسوم او اللايسوسوم الاولي. طيب ونوع اسمه سكندري لايسوسوم، اللايسوسوم الثانوي. قال لك اللايسوسوم البرايمري ده الديفينيشن بتاعه وتعريفه، قال لك فريشلي فورمد كونتين هيدروليتيك انزيم، لسه متكون حاله، لسه اللايسوسوم ده متصنع حاله. يبقى اللايسوسوم اللي لسه متصنع حالا بنسميه ايه، قلنا بنسميه برايمري لايسوسوم، او بيكون نوت انتر انديجستيف ايفنت، لسه ما دخلش في عمليات هضم. تمام، فبقول ان البرايمر للسوم ده هو عبارة عن السوم اللي لسه خارج من الجولج اباريتس. ما انا عارف ان السوم، السوم بيكون من حاجتين، انزيمات السوم بتتصنع في الرف اي ار، واللايسوسوم نفسه بتصنع في الجولج اباريتس. فيجي احيانا يجي يقول لك السوم بيتكون منين، فتقوله بيتكون في الرف اي ار وجولج ابارتس. تمام، تمام. فبيقول لك البرايمر لايسوسوم، وركز في الحته ديت، ده حته امتحان، اللي بتصنع فين، فتقوله او تيجي تقوله بتصنع فين، فتقوله بتصنع في جولجي والرف اي ار، لايسوسوم حته امتحان الحته دي. طيب قال لك مكانه فين، قال لك السيتوبلازم of all cell but abundant in which of phagocytic activity such as macrophage. يعني اللايسوم ده بيبقى موجود اكتر في الخلايا
البلعمية. زي ايه؟ زي الماكروفيتش. الماكروفيتش تمام بيبقى فيها لسوم. ايه وظيفة الماكروفيتش؟ الماكروفيتش ان هي وظيفتها ان هي تروح تاكل البكتيريا. طب البكتيريا ديت علشان نهضمها محتاجين لسوم، محتاجين انزيمات اللسوم. فيقول لك مكان اللسوم فين؟ قال لك اللسوم ده بيبقى موجود في الاماكن اللي ايه، قال لك بيبقى موجود في الاماكن اللي فيها فاجوسيتيك اكتيفيتي، يعني خلايا بايه، خلايا بلعاميه، خلايا هتستخدم عمليه البلعمه بشكل كبير. طيب قال لك البريمالسوم باللايت مايكروسكوب، بالميكروسكوب الضوئي. قال لك بتبان باي هيستو كيميكال رياكشن، اهو بتبان بالهيتش اند اي، قال لك لا. بتبان بالاورسنستين، قال لك لا. بتبان بالبي اس ستين، قال لك لا. بتبان باي صبغه من الصبغات، قال لك لا. قال لك امال بتبان بايه؟ قال لك بتبان بحاجه اسمها الهيستو كيميكال رياكشن. مش اتفقنا ان اللايسوسوم ده فيها حاجه اسمها هيدروليتيك انزيم، فيها مجموعه من الانزيمات. ايوه فيها مجموعه من الانزيمات. قال لك طب ما احنا نستغل الانزيمات ديت علشان نقدر نشوف بيها، علشان نقدر نشوف بيها ايه؟ قال لك عشان نقدر نشوف بيها اللايسوسوم. فقال لك في انزيم، الانزيم الوحيد اللي بيقدر يعمل التفاعل ده اسمه الاسيد فوسفاتيز انزيم. يجي في مره سؤال في الامتحان قال لك ويتش وان اوف ذا فولوينج انزيم دي ماركيت لايسوم، يعني هو اللي بيحدد اللايسوم. فتقول له هو عباره عن الاسيد فوسفاتيز انزيم. ركز في الحته دي، حتى كده انا كنت بقولها لك في الشرح بتاع على المنصه. قال لك هيستو كيميكال رياكشن اسيد فوسفاتيز انزيم، هيستو كيميكال رياكشن اسيد فوسفاتيز انزيم. زي ما كان يجي يقول لك اسمك انت وانت صغير ايه، فتقول لي اسمه فلان الفلاني، وتقول جنبها البلد بتاعتك تمام، وتقول جنبها المحافظه، وتقول في الاخر جمهوريه مصر العربيه. فاكر انت وانت صغير؟ فلذلك برضو اللسوم عايزك انت تيجي تقول لك لما باجي اشوف اللسوم باللايت مايكروسكوب تقول لي هيستو كيميكال رياكشن اسيد فوسفاتيز انزيم. طيب قال لك تاني نوع بقى عندنا اللي هو السكندر لسوم. قال لك السكندر لسوم ده بيبقى عباره عن البرايمر لسوم اتحد مع المكونات اللي هو هضمها. فبقول هو عباره عن فيوجن اوف البرايمر لسوم، البرايمر لسوم حصل له فيوجن وذ دايجستد ماتيريال مع المواد التي تم هضمها. يبقى انا دلوقتي عند البرايمر لسوم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن فيوجن اوف البرايمر لسوم. البرايمر لسوم يعني ايه؟ حصل له فيوجن. يعني ايه حصل له فيوجن؟ يعني اتحد مع ايه؟ قال لك اتحد مع الدايجستد ماتيريال، المواد التي سيتم هضمها. طيب قال لك السكندر لسوم برضه بيبان بايه؟ بيبان بالهيستو كيميكال رياكشن اسيد فوسفاتيز انزيم. طيب قال لك ولكن بالالكترون مايكروسكوب. قال لك بالالكترون مايكروسكوب البرايمر لسوم بيبان هوموجينوس. ركز في الحته دي، البرايمر لسوم بيبان ايه؟ قال لك بيبان هوموجينوس. يعني ايه هوموجينوس؟ يعني متجانس. بينما السكندر لسوم بيبان هيتروجينوس. يعني ايه هيتروجينوس؟ يعني غير متجانس. يبقى البرايمر لسوم بيبان ايه؟ قال لك بيبان هوموجينوس. يعني ايه هوموجينوس؟ يعني متجانس. طيب بينما السكندر لسوم بيكون ايه؟ قال لك بيكون هيتروجينوس. طيب قال لك البرايمر لسوم بيكون نوت انجينجت ان انتراسيلولار دايجيشن. يعني ايه انجينجت؟ فاكر يقول لك فلان انجينجت فروم فلان، يعني فلان خطف فلان صح، اتخطب ولبسوا الدبل وربنا يكتب عليكم جميعا يا رب. طيب مكتوبة علينا احنا كمان يعني. طيب فبنقول ان اللسوم بيكون not yet engaged in intracellular digestion، يعني لسه ما دخلش في اي عمليات هضم تمام. طيب بينما السكندر لسوم قال لك engaged in intracellular digestion، يعني دخل في عمليات هضم وايه وارتبط بالمواد التي سيتم هضمها تمام. طيب قال لك السايز بتاع البرايمر لسوم بيكون سمولر يعني صغير، بينما السكندر لسوم بيبان لارج. اهم بقى حته في اللسوم هي التايبس اوف السكندر لسوم، انواع السكندر لسوم. مش اتفقنا ان السكندر لسوم ده بيرتبط بالمواد التي سيتم هضمها؟ قال لك ايوه، على حسب الماده اللي هيرتبط بيها هنسمي نوع الايه، نوع السكندر لسوم. طيب قال لك والله عندنا اول نوع من السكندر لسوم اسمه اوتوفاجوسوم. قال لك الاوتوفاجوسوم ده هو عباره عن ارتباط البرايمري لسوم مع اندوجينوس ماتيريال. مع ايه؟ قال لك مع اندوجينوس ماتيريال، يعني مواد من داخل الخليه. زي ايه؟ قال لك زي الاولد اورجانيلز، عضيات قديمه فان عليها من الزمن، افنت حياتها في الخليه وماتت جوه الخليه. فقال لك العضيات اللي بتموت جوه الخليه ديت اللايسوم بيروح يرتبط بيها ويكسرها لي.
فقال لك الليسوسوم بقى لما يرتبط بالاندوجينس ماتيريال ديت بيبقى اسمه اوتوفاجوسوم. اوتو يعني ذاتي، وفاجو سوم يعني هو عبارة عن ان انا باكل حاجة من مكونات الخلية الايه الرئيسية. زي ايه؟ قال لك زي الاولتو اورجانيلز. طيب تاني نوع عندنا اسمه هيتيروفاجوسوم. قال لك الهيتيروفاجوسوم ده هو عبارة عن اتحاد البرايمري للسوم مع الاكزوجينس ماتيريال. عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتحاد البرايمري للسوم مع الاكزوجينس ماتيريال، مواد جاية من بره الخلية. زي قال لك زي ايه؟ قال لك زي البكتيريا. مش البكتيريا ديت هي عبارة عن مواد هتيجي من بره الخلية تدخل تغزولي جوه الخلية علشان تبوظ لي الخلية؟ قال لك ايوه. قال لك البكتيريا ديت لما تيجي تدخل الخلية الليزوسوم على طول يروح يمسك فيها، يقول لها راحة فين، يقبض عليها ويمسكها. قال لك الليزوسوم لما يجي يمسك البكتيريا او الاكزوجينس ماتيريال بيبقى اسمه في الحالة ديت هيتيروفاجوسوم. بيبقى اسمه ايه؟ قال لك بيبقى اسمه هيتيروفاجوسوم. طيب قال لك السكندري الليزوسوم بقى والبرايمري الليزوسوم لما يرتبط مع ممبرين فيسيكل كونتين نمبر اوف سمولر فيسيكل. عارف الكلام ده كله نختصره في البينوسيتيك فيسيكل. فاكر عمليه البينوسيتوسس لما كان بيحصل انفاجينيشن في السيل ممبرين؟ تمام. قال لك وبعد كده بيتكون البينوسيتيك فيسيكل. قال لك البينوسيتيك فيسيكل دي تروح تمسك في الايه؟ في اللايسوسوم. قال لك لما تمسك في اللايسوسوم بيبقى اسمها في الحاله ديت مالتي فيزيكولار بادي. يبقى المالتي فيزيكولار بادي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اتحاد البرايمري للسوسوم مع البينوسيتيك فيسيكل. احيانا يجي يقول لي الهيتروفاجوسوم هو عباره عن اتحاد البرايمري للسوسوم مع الفاجوسوم. مش عمليه الفاجوسيتوزيس بعد ما كان بيطلع سودوبوديا ويتكون عند كرة كده كنا بنسمي هذه الكرة الفاجوسوم. قال لك ما هي الفاجوسوم ديت لو اتحدت مع البرايمري للسوم تعمل لي هيتيروفاجوسوم. طب البينوسيتيك فيسيكل لو اتحدت مع البرايمري للسوم تعمل لي مالتي فيزيكولار بادي. طيب اخر نوع بقى عندنا الريزيدوال بادي. قال لك الريزيدوال بادي هو عبارة عن التيرمينال ستيج اوف الليزوسومال اكتيفيتي، اخر مرحلة من مراحل الهضم بواسطة الليزوسوم. قال لك انا دلوقتي لو رحت مطعم، المطعم ده بيقدموا لي ايه؟ قال لك المطعم ده بيقدموا لي وجبة، صح؟ الوجبة بيبقى معاها جنبها شوكة وبيبقى معاها منديل. انت بتاكل كل حاجة ما عدا الشوكة والمنديل، صح؟ بتاكل كل حاجة ما عدا ايه؟ قال لك ما عدا الشوكة والمنديل، صح؟ حد بياكل الشوكة والمنديل؟ لا، مفيش حد بياكل الشوكة والمنديل. فبنقول ان انا بشبه برضو ان في مواد جوه الخلية بتكون اندجستد ماتيريال، مش بقدر اهضمها زي الشوكه والمنديل. فقال لك هذه المواد بتفضل في شكل حاجه اسمها الريزيدوال بادي. تمام. يبقى الريزيدوال بادي عباره عن التيرمينال ستيج اوف الليسومال اكتيفيتي، اخر مرحله من مراحل هضم الليسوم اللي هو الليسوم ما بيقدرش عليها. تمام. فبنقول ان هي عباره عن الاندجستد ماتيريال، المواد التي لا يتم هضمها. طيب بقول لك الريزيدوال بادي مي بي اكستراتد from the cell by exocytosis، يعني ممكن نخرجها بره الخليه بواسطه عمليه الاكسوسايتوزيس، او ممكن الريسيدوال بادي ديت تتجمع جوه السيتوبلازم بتعمل لي صبغه اسمها اللايبوفوسين بيجمنت. بتعمل لي صبغه اسمها ايه؟ قال لك بتعمل لي اسمها صبغه اسمها اللايبوفوسين بيجمنت. واللايبوفوسين بيجمنت ديت بتبقى موجوده في اللونج لايف سيل، يعني الخلايا اللي مش بتتجدد. زي ايه الخلايا اللي مش بتتجدد؟ اللي بتعيش فترات طويله ومش بتتجدد، زي النيرف سيل، الخلايا العصبيه. هل الخلايا العصبيه بتتجدد؟ لا. الهيرت سيل، الخلايا بتاعت القلب بتاعك، الخلايا بتاعت القلب بتاعك لو باظت ما بتتجددش. تمام. تمام. طيب ايه بقى وظيفه اللسوم؟ وبرضه عايز اقول لك حاجه، ان اللايبوفوسين بيجمنت ديت لونها بيكون براون، لذلك لو جيت تشوف قلب راجل كبير عنده 80 سنه ومات وجيت تشرح القلب بتاعه تلاقي القلب بتاعه براون. ليه براون؟ قال لك بسبب الاكيوميليشن اوف اللايبوفوسين بيجمنت. تمام. تمام. طيب قال لك ايه بقى الفانكشن بقى بتاع اللايسوم؟ قال لك ديجريديشن اوف اني اكزوجينس ماكرو مولكيول، اي مركبات جايه من بره الخليه سواء بالفاجوسيتوس او البينوسيتوسس. الفاجوسيتوسس المركبات بتاعتها بتيجي في شكل فاجوسوم، والبينوسيتوسس بتيجي في شكل بينو سايتيك فيسيكل. الفاجوسوم يتحد بالبرامل للسوم بيعمل لي هيتيروفاجوسوم، والبينوسايتيك فيسيكل بتتحد بالبرامل للسوم بتعمل لي حاجه اسمها مالتي فيزيكولار بادي. طيب قال لك الفانكشن بتاعتها الثانيه
disposition of any organelle or cell constituent is no longer useful to the cell. يعني اي عضي حصل له مشكله ما عادش قادر يشتغل، الخليه ما عندهاش رفاهيه العيش، يا قادر تشتغل يا مش قادر تشتغل. قادر تشتغل على عيني وعلى راسي، هشتغلك على دماغي. مش قادر تشتغل هطردك بره الخليه وهموتك على طول. فيقول لك ايه بقى لو الاورجانيلز اللي مش قادره تشتغل بنستخدمها او بنعمل لها ديجريديشن بايه او بنكسرها بايه؟ قالك بواسطه للصوم. طيب تعرف برضو ان للصوم بيعمل لي عمليه التحلل بعد الموت. الصوم ده هو المسؤول عن عمليه التحلل بعد الموت. تمام. مره واحد بساله بقول له عمليه التحلل بعد الموت بتتم بواسطه ايه؟ قال لي بواسطه الدود. لا هو مش بواسطه الدود، هي بواسطه الصوم. تمام. لا حرفيا الواحد يعني جاب اخره بصراحه، بس احنا مطالبين ان احنا نخلص المراجعه كامله يعني. والله من الصبح بنجهز البي دي اف والواحد بصراحه وشرح المحاضره يعني لاكتر من 6 ساعات او 7 ساعات عشان المحاضره ديت تظهر قدامك بالشكل ده. والله يعني حرفيا يعني يعني انا قاعد القعده ديت بقالي 6 ساعات او 7 ساعات كمان. طيب خلصنا الممبرينس اورجانيلز، هندخل بقى دلوقتي على النون ممبرينس اورجانيلز اللي هي العضويات الغير شائيه. اول حاجه هنتكلم فيها هي الريبوسوم. الايه؟ الريبوسوم. طيب الريبوسوم ده بقوله هو عباره عن نون ممبرينس راوندد ريبونيوكليو بارتكل. يعني ايه عباره عن ايه؟ قال لك ان هو عباره عن نون ممبرينس يعني عضو غير غشاء راوندد مدور، عباره عن ريبونيوكليو بروتين يعني بيتكون من ار ان ايه زائد بروتين. يبقى انا عند الريبوسوم بيتكون من ايه؟ قال لك الريبوسوم ده بيتكون من ار ار ان ايه زائد بروتين اهو، كونسيستس بروتين اند ار ان ايه ار ان ايه. طيب قال لك ركز بقى في ده، قال لك الريبوسوم هاز بيزوفيليك سيتوبلازم. ركز، الريبوسوم هاز ايه؟ بيزوفيليك سيتوبلازم. جت في امتحان 2019. ايه اللي تاني موجود فيه بيزوفيليك سيتوبلازم؟ الراف اي ار. طب الراف اي ار كانت ليه بيزوفيليك؟ قال لك ما عشان موجود فيها الريبوسومات. طب ما هي الريبوسومات ما هي برضه بيزوفيليك. تمام. طب اصلا ليه الريبوسومات بيزوفيليك؟ قال لك لانها بتحتوي على ار ان ايه، والار ان ايه هو عباره عن ايه؟ الحمض النووي. طيب لذلك الريبوسوم لما بتكون من حمض، فبالتالي لما تيجي تتسبغ بصبغه الهيماتوكسيلين، صح. طيب قال لك بالالكترون مايكروسكوب الريبوسوم بيبان عباره عن عندي بيتكون من حاجه اسمها لارج سب يونت وسمول سب يونت. تمام. قال لك اللارج سب يونت والسمول سب يونت كل واحده فيهم بتبقى موجوده في مكان لحد ما يجي شريط الام ار ان ايه، لحد ما يجي شريط ايه؟ شريط الام ار ان ايه، يجمعهم مع بعض. قال لك لما يجمع التو سب يونت مع بعض بنسميها في الحاله ديت بوليسوم او البولي ريبوسوم. يبقى ما هو البوليسوم او البولي ريبوسوم؟ هو عباره عن اتحاد اللارج سب يونت مع السمول سب يونت بواسطه الام ار ان ايه. يبقى انا عندي بالالكترون ميكروسكوب اللي الريبوسوم بيبان عباره عن لارج سب يونت وسمول سب يونت. قال لك بيجي الشريط الام ار ان ايه يمشي في وسطهم يجمعهم يكون لي البولي ريبوسوم او البوليسوم. طيب قال لك ما وظيفة الايه؟ ما وظيفة الريبوسوم؟ قال لك وظيفتها البروتين سينثيسيس. ولكن ركز قوي في الحتة دي، قال لك عندنا نوعين من الريبوسومات، نوع عندنا اسمه فري ريبوسوم ونوع اسمه اتاتشد ريبوسوم. نوع اسمه ايه؟ فري ريبوسوم، ريبوسوم موجود حر جوه السيتوبلازم، ونوع اسمه اتاتشد ريبوسوم. قال لك الاتاتشد ريبوسوم ده قال لك اللي بيبقى مرتبط بالسطح الخارجي بتاع الراف اي ار اللي هي الراف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب قال لك الفري ريبوسوم ده responsible for synthesis of البروتين، مسؤول عن تصنيع البروتينات for internal use يعني البروتينات اللي انا محتاجها جوه الخليه، البروتينات اللي انا عايزها جوه الخليه. قال لك زي السيتوبلازم البروتين، البروتينات الموجوده في السيتوبلازم والانزيمات. يبقى يجي يقول لك الانزيمات بتتصنع بواسطه، تقول له الفري ريبوسوم. تمام. طيب بينما الاتاتش ريبوسوم المرتبطه بالراف اي ار مسؤوله عن ايه؟ قال لك مسؤوله عن تصنيع البروتينات فور اكسترنال يوز، للتصدير الخارجي، بروتينات للتصدير، البروتينات اللي رايحه لايه؟ اللي رايحه الجولجي. طيب قال لك زي ايه؟ قال لك زي السكريتوري بارتكلز. وزي ايه؟ قال لك زي اللايسوسومال انزيم. يبقى السكريتوري بارتكلز واللايسوسومال انزيم بتصنعوا بواسطه الاتاتش ريبوسوم، اي الريبوسومات المرتبطه بالراف اي ار. طيب
بعد كده عندنا السنتروسو. الايه السنتروسوم؟ ايه هو السنتروسوم؟ السنتروسوم ده اللي هو الجسم المركزي. طيب سنترو يعني سنتر، وسنتر يعني منتصف او مركز، وسوم يعني جسم، فبقول ان سنتروسوم هو عبارة عن الجسم المركزي. طيب قال لك ديفينيشن بتاع السنتروسوم او الجسم المركزي، هو عبارة عن سبيشالايز سون اوف سيتوبلازم، يعني هو عبارة عن جزء من اجزاء السيتوبلازم. طيب بيحتوي على ايه؟ قال لك كونتير بير سنتريول. الله 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 الله، يعني السنتروسوم ده بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من اتنين سنتريول. يبقى ما الفرق بين السنتروسوم والسنتريول؟ قال لك السنتروسوم هو الجسم المركزي بيتكون من اتنين سنتريول. قال لك كل سنتريول، الاتنين سنتريول بيبقوا متعامدين على بعض بالشكل ده. طيب قال لك السنتروسوم باللايت مايكروسكوب، قال لك ذا سنتريول سيلكتيفلي ستيند بويز الايرن هيماتوكسيلين، قال لك بيتم صبغه بصبغه الايرن هيماتوكسيلين. قال لك بيبان تو تيني دوتس، يعني عباره عن نقطتين كلوز تو ذا سيتوبلازم، لا هي المفروض كلوز تو نيوكليوس، بيبان عباره عن نقطتين قريبين من النواه. هنعتبر ان ديت النواه اهوت، السنتروسوم بيبان عباره عن ايه؟ تو تيني دوتس، نقطتين قريبين من النواه. طيب قال لك بالالكترون مايكروسكوب، قال لك اتش سنتريول هولو سيلندريكال كلوزد ات وان اند، يعني ايه؟ يعني عباره عن كل سنتريول بيبقى عباره عن اهو بالشكل ده كده، عباره عن شكل اسطواني، تمام تمام، متعامدين على بعض. قال لك التو سنتريول اوف اتش دبلوسوم ار ارينجد والزير لونج اكسد ادرا. طبعا الكلام ده مش مهم بصراحه، انا مش عارف انا كتبته ليه، بس كتبته سهوا يعني ما بيجيش في الامتحان. صحيح، الحته المهمه او السطر ده ما بيجيش، ده هو بقى السطر اللي هو السطر الثالث ده بيجي كتير. The wall of each centriole is made of 9 triplet parallel microtubule، يعني السنتروسوم ده او السنتريول، كل سنتريول بيتكون من حاجه اسمها مايكروتوبيول. ايه هي المايكروتوبيول؟ هي عباره عن الانابيب، هناخدها كمان شويه ما تقلقش، عايزين نجيب لك صوره. ادي السنتريول اهو يا باشا، قال لك بيتكون من حاجه اسمها 9 تريبلتس، تسع ثلاثيات، تسع ايه؟ تسع ثلاثيات من الايه؟ قال لك من المايكرو تبيول. ادي مايكرو تبيول اهي، جنبها مايكرو تبيول، جنبها مايكرو تبيول. قال لك تجمع التلاتة مايكرو تبيول دولت مع بعض بيكونوا لي حاجة اسمها باندل. ايه هي الباندل؟ اللي هي الحزمة. يبقى كل حزمة بتتكون من كام؟ من تلاتة مايكرو تبيول. طيب وانا عندي كم مايكروتوبيول او كم حزمة عندي في الايه؟ كم حزمة عندي في السنتريول الواحد؟ قال لك عندي 9 حزم، فبالتالي بقول عليها كلمة 9 تريبلت، يعني عندي 9 حزم، كل حزمة تتكون من 3 مايكروتوبيول. طيب اهو ادي صور الايه المايكروتوبيول، ادي 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، ادي ايه اهو كلهم تلاتات صح، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 9 ثلاثيات 9 تريبلتس. تمام تمام. اهو ميد اوف 9 تريبلتس، يعني 9 ثلاثيات اوف المايكروتوبيول، كونكتد تو ايتش باي اذر باي فاين فيلمنت، يعني بتبقى مرتبطه ببعضها بواسطه خيوط. اهم حته بقى، قال لك الوول اوف ايتش سلندريكال فورمد اوف 9 باندل اوف المايكروتوبيول، 9 حزم من المايكروتوبيول صح؟ قلنا كل حزمه بيبقى فيها كام مايكروتوبيول؟ قالنا بيبقى فيها 3 مايكروتوبيولات تريبلتس. طيب لذلك يجي لك بقى السؤال، كم عدد المايكروتوبيول في السنتريول؟ تقول له 27، جت منين 27؟ مش احنا عندنا 9 حزم؟ طيب كل حزمه فيها 3، طيب يبقى 9 في 3 بكام؟ ب 27. تمام؟ طيب ما هي وظيفة السنتروسوم؟
قال لك اول وظيفه ليها اللي هي فورميشن اوف الميتوتيك سبيندل دورنج سيل ديفيجن، بيكون لي حاجه اسمها خيوط المغزل. قال لك بتكون لي حاجه اسمها المايكروتوبيول اورجانيزيشن سنتر، وده هناخدها كمان شويه. قال لك رقم 3 سيليوجينيسيس، يعني هي مسؤوله عن تصنيع حاجه اسمها السيليا. ايه هي السيليا؟ اللي هي الاهداب، مش احنا خدنا الاهداب في فصل الابيثيليال تيشو وقلنا ان الاهداب ديت السيليا عباره عن موتايل ستراكشر بتتكون برضو من مايكروتوبيول، تمام؟ قلنا السيليا بتتكون من ثلاث حاجات، بيزل بادي، والبيزل بادي ده هو عبارة عن السنتروسوم، والبيزل بادي ده بيحتوي برضو على 27 مايكروتوبيول زيه زي السنتريول. يبقى البيزل بادي ده هو عبارة عن سنتريول. البيزل بادي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سنتريول فيه برضو 27 مايكروتوبيول وليه نفس الشكل بتاع الايه بتاع الايه بتاع السنتريول، بيتكون من ايه؟ من 9 تريبلتس، يعني 9 ثلاثيات، تمام؟ تمام. والبيزل بادي ده قلنا هو اللي بيخرج منه ايه؟ هو اللي بيخرج منه السيليا، وبالتالي نقول السيليوجينيسيس اوكيور بواسطه ايه؟ فتقوله بواسطه السنتريول. طيب بعد كده بقى ندخل على حاجه اسمها السيل انكلوجن، حاجه اسمها ايه؟ السيل لا ندخل دلوقتي نتكلم على السايتو سكيلتون. السايتو سكيلتون ده اللي هو هيكل الخليه، هيكل الخليه، عارف الهيكل العظمي بتاعنا؟ صح، عارف الهيكل العظمي بتاعنا. شلنا الهيكل العظمي ده هو اللي مديني الشكل بتاع الجسم، صح ولا انا غلطان؟ الشكل بتاع الجسم، مين اللي مسؤول عن ان هو يديني الشكل بتاع الجسم؟ قلنا اللي مسؤول عن ان هو يديني الشكل بتاع الجسم هو الايه؟ السكيلتون. فبقول برضو اللي مسؤول عن انه يديني شكل الخليه حاجه اسمها السيتوسكيلتون. مش كنا بنقول ان في خلايا بتكون كيوبودال وكولمنر ومربعه ومستطيله وهرميه وفلات والكلام ده؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا هو السيتوسكيلتون. هما سايتو يعني خليه، وسكيلتون يعني دعامه، فبنقول هو المسؤول عن دعامه الخليه. طيب السيتوسكيلتون ديت عندنا منها نوعين، عندنا كام نوع؟ نوعين من السيتوسكيلتون. يبقى ادي سايتو سكيلتون عندنا منه مايكرو تبيول اللي هي الانابيب، ومايكرو فيلمنت خيوط. يبقى عندنا نوعين، مايكرو تبيول ومايكرو فيلمنت. ايه الفرق بين الفيلمنت والتبيول؟ التبيول بيبقى من جواها مجوف، الفيلمنت مفيش جواها فراغ، صح؟ طيب هنبدا دلوقتي بالمايكرو فيلمنت او بالفيلمنتس اللي هي الخيوط، السيتوفيلمنت. طيب قال لك عندنا ثلاث انواع، اول نوع عندنا اسمه الثيك ثيك فيلمنت اللي هي الخيوط السميكه، زي ايه؟ قال لك زي خيوط الميوسين. فاكر ميوسين؟ الميوسين الله الله الله، سمعت فيه الميوسين ده قبل كده؟ سمعتها في ثالث ثانوي كنا بنقول ان في عندنا خيوط اسمها خيوط الاكتين خيوط الميوسين السميكه وخيوط الاكتين الرفيعه. فانا اول خيط عندنا في الخليه بيكون الثيك فيلمنت زي الميوسين. طيب الميوسين ديت الدايمتر بتاعها اللي هو قطرها بيكون 15 نانو متر، زي الصوره اللي قدامك ده، شايف خيوط الميوسين اهو سميكه اهي وتخينه، تمام؟ فبنقول ان الثيك فيلمنت تبقى موجوده في المصل اللي هي الايه؟ اللي هي موجوده في العضلات. طيب تاني نوع من الخيوط عندنا اسمه الانترميديت فيلمنت اللي هي الخيوط المتوسطه في الحجم، الدايمتر بتاعها بيكون 10 نانو متر. بتبقى موجوده فين؟ قالك بتبقى موجوده في النيورو فيلمنت، وبتبقى موجوده في الاعصاب، وبتبقى موجوده في الاستروسايت، ولكن اهم حاجه تهمني اللي هو بيبقى موجود في التونو فيلمنت. في عندنا فيلمنت اسمها التونو فيلمنت، تمام؟ التونو فيلمنت دي خدناها، فاكر اللي هي فاكر الديسموزوم؟ فاكر الديسموزوم؟ كنا بنقول ان في خيوط بتيجي تدعمه كده من الجنب في الديسموزوم، كنا بنسمي الخيوط ديت ايه؟ كنا بنسميها التونو فيلمنت. وفي طب طنطا جاء عليها سؤال على التونو فيلمنت ده، سؤال لذيذ بصراحه، قال له انترميديت فيلمنت، قال لك السؤال كان ايه يا ربي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال له عباره عن انترميديت فيلمنت بريزنت ان ابيثيليال سيل، انترميديت فيلمنت موجوده في الابيثيليال سيل، هل هي عباره عن التونو فيلمنت ولا الاكتين فيلمنت ولا الميوسين فيلمنت ولا نون اوف ذا فولونج؟ فتقول له هي عباره عن التونو فيلمنت. ده كان جاي في السؤال في امتحان طب طنطا، تمام؟ ما علينا يعني، بس لو حد عايز يعرف السؤال يعني.
طيب اخر نوع عندنا اللي هو الثين فيلمنت اللي هي الخيوط الرفيعه، زي قال لك زي ايه؟ زي خيوط الاكتين. قال لك زي ايه؟ قال لك زي خيوط الاكتين. تمام. قال لك خيوط الاكتين ديت الدايمتر بتاعها بيكون 5 نانومتر. بيكون كام؟ 5 نانومتر. بيكون موجود فين؟ قال لك بيكون موجود في المصل خلايا العضلات، بيكون في المايكروفيلاي. عارف المايكروفيلاي هي الخملات بتاعه المعده؟ قال لك بيبقى فيها ليه؟ قال لك علشان الاكتين ديت بيخلي المايكروفيلاي تطول وتقصر. قال لك لما المايكروفيلاي تطول فمساحه سطح الامتصاص تزيد، ولما تقصر مساحه سطح الامتصاص تقل. طيب قال لك برضو موتايل سيل زي الماكروفاج. الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعميه بيكون لها القدره على الحركه، تمام؟ فبيكون فيها ايه؟ قال لك بيكون فيها المايكروفيلاي. قال لك ديفولوبينج نيرف سيل في الخلايا بتاعت النيرف سيل. طيب ديت الريبوسوم، طبعا احنا خلصنا الريبوسوم شرحناها قبل كده، هي متكررة بس خطأ. طيب بعد كده عندنا في النون ممبرينس قلنا عندنا السيتوسكيلتون بيتكون من مايكروتوبيول وفيلامنت. طيب احنا خلصنا الفيلامنت، عندنا دلوقتي المايكروتوبيول اللي هي الانابيب. قال لك الانابيب ديت هي عبارة عن هولو تيوبولار ستراكشر، يعني عبارة عن انابيب مجوفة من الداخل. طيب فاريبل لينس يعني طولها مختلف، with constant diameter. اهم حاجة ان الطول بتاع المايكروتوبيول بيكون ايه؟ بيكون مختلف، ولكن قطرها بيكون ثابت. زي الشاليمو، عارف الشاليمو؟ مش الشاليمو ده اقدر اقص الشاليمو، اقدر اجيبه يمين، اقدر اجيبه اقص فيه، اطوله، اقصره، فبقول ان الطول بتاعه variable، ولكن اقدر اتحكم في قطر الشاليمو؟ لا ما اقدرش، هو قطره ثابت، تمام؟ فبقول ان المايكروتوبيول constant diameter، الدايمتر بتاعها ثابت 25 نانومتر. طيب بقول لك المايكروتوبيول ديت ار ستيبل بيرمننت ستراكشر، موجوده في السيليا والفلاجيلا والسنتريول والبيزل بادي. ها فاكر مش كنت بقول لك ان السنتريول ده بيتكون من حاجه اسمها مايكروتوبيول؟ اهو كنا السنتريول ده بيتكون من 9 حزم من المايكروتوبيول، كل حزمه فيها 3 مايكروتوبيول، فكنا بنقول ان عدد المايكروتوبيول 27، صح؟ صح. قال لك كل مايكروتوبيول is made up of بروتين اسمه التوبيولين. يبقى ايه هو البروتين اللي بيكون للمايكروتوبيول؟ اسمه توبيولين، اهو من اسمها توبيول توبيولين. يبقى ما هو البروتين الذي يدخل في تركيب المايكروتوبيول؟ اسمه التوبيولين. طيب قال لك التوبيولين is organized into protofilament that run parallel to the lens of tubule. قال لك التوبيولين ده بيكون لي حاجه اسمها protofilament. طيب قال لك كل مايكروتوبيول بيبقى فيها 13 بروتوفيلمنت، اهو ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى دي كل ده على بعضها ال13 بروتوفيلمنت ده، يبقى الواحده من دولت اسمها بروتوفيلم. طب ال13 على بعضهم بيكونوا لي مايكروتوبيول، تمام. طيب قال لك المايكروتوبيول دي كانت بتتجمع في باندل، كانت بتتجمع فين؟ في باندل، تمام. وكانت عايزين نشوفها برضو. قال لك المايكروتوبيول دي كانت بتتجمع في باندل، اهو ادي الصوره زي ما انت شايف، ادي المايكروتوبيول. عايزين نعملها بلون تاني، نعملها باللون الاخضر ده. ادي البروتوف، ادي كلها، دي كلها على بعضها عباره عن ايه؟ دي كلها عبارة عن المايكرو تبيول. طيب المايكرو تبيول دي بتتكون من كام؟ قالك من 13 بروتو فيلمنت. ادي بروتو فيلمنت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب احنا لما جينا قلنا ان كل بندل، فاكر البندل في بتاعت البندل بتاعت السنتريول، قلنا ان احنا عندنا 9 بندل، صح؟ كل بندل بيبقى فيها 3 مايكروتوبيول، تمام. قال لك اول مايكروتوبيول في البندل بتتكون من 13 بروتوفيلمنت. قال لك اول بندل بتتكون من كام؟ 13 كاملين. طيب قال لك تاني بندل بتبقى سي شيب، بتبقى عباره عن مايكروتوبيول ولكن مش كامله. قال لك بيبقى عدد المايكروتوبيول اللي موجوده في تاني بندل بيبقى 10 بس. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبتاخد 3 شركة
من اللي جنبها، يبقى هي بتبقى شكلها ايه اهو سي شيب. اول مايكرو توبيول بتبقى ايه هي اللي بتبقى كامله، الثانيه بتبقى شكلها ايه سي شيب، الثالثه بتبقى برضو سي شيب، بتبقى مش كامله، بتبقى واخده ثلاثه شركه من اللي جنبها. قال لك لذلك عدد المايكرو توبيول في البند للوحده بتبقى 33. تمام، عفوا، عدد البروتوفيلامنت، عدد البروتوفيلامنت في البند للوحده بتبقى 33 بروتوفيلامنت. تمام اهو، يبقى 3 مايكرو توبيول في اتش بندل، كل بندل يبقى فيه عندي كام مايكرو توبيول في كل بندل؟ 3 مايكرو توبيول. تمام، قال لك كل بندل بيبقى فيها كام؟ قال لك كل بندل بيبقى فيها 33 بروتوفيلامنت. تمام. بعد كده هندخل في السيل انكلوجن اللي هي المخزنات. المخزنات عندنا يا اما تكون ستورد فود يا اما تكون بيجمنتس، وبرضه في عندنا حاجه اسمها في الكتاب اسمها كريستال، مش مهم قوي. اول حاجه الستورد فود، الطعام المخزن، يا اما يكون حاجتين، يا اما يكون كربوهيدرات بيخزن في صوره جلايكوجين، يا اما يكون ليبيد اللي هي دهون بتخزن في صوره فات اللي هي دهون. تمام، طيب قال لك الستورد فود او الجلايكوجين او الليبيد ما بنقدرش نشوفه بالايه، بالاتش اند ايه اللي هي صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين. قال لك ليه؟ قال لك لان في صبغه الهيماتوكسيلين اند ايوسين مش كنا بنستخدم حاجه اسمها الهيستولوجيكال تكنيك، كنا بنقعد نعمل هيتنج حراره، كنا نحط كحول والحاجات دي كلها، الحاجات ديت كلها بتدوب الدهون وبتدوب الكربوهيدرات. طيب قال لك امال بشوفها بايه؟ قال لك ركز قوي، الكربوهيدرات بشوفها بصبغتين، صبغه البي اي اس ستين، ودي جت في امتحان 2013 قال لك بشوف الكربوهيدرات بواسطه ايه، فتقول له البي اس ستين، وصبغه اسمها البيست سكاريمين، وصبغه اسمها ايه؟ صبغه اسمها البيست سكاريمين. طيب بينما الليبيد اللي هي الدهون، ركز عشان ده جه في امتحان منصوره اهو 2022، قال لك الليبيد او الفات سيل بشوفها بواسطه قال لك صبغه اسمها سودان 3. تمام، يبقى صبغه سودان 3 بقدر اشوف بيها الليبيد. تمام، بتبان لونها اورنج يعني برتقالي، او الاوزميا مستين بتبان لونها بلاك. تمام. طيب قال لك الليبيد والكربوهيدرات بتخزن فين؟ قال لك بتخزن في الليفر والمصل. طيب بعد كده عندنا البيجمنتس اللي هي الصبغات، عندنا نوعين من الصبغات، اندوجينس بيجمنت يعني صبغات داخليه واكزوجينس بيجمنت صبغات خارجيه. طيب الاندوجينس بيجمنت زي الهيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي بيبقى موجود في اللي بيبقى موجود في الار بي سيز اللي هي خلايا الدم الحمراء، وعلى فكره خلايا الدم الحمراء ما بيبقاش فيها ميتوكوندريا ولا فيها نيوكليس، يبقى الار بي سيز ما فيش فيها لا ميتوكوندريا ولا نيوكليس. طيب قال لك من حكمه ربنا على فكره ان خلايا الدم الحمراء ما فيش فيها ميتوكوندريا، ليه ما فيش فيها ميتوكوندريا؟ قال لك ما فيش فيها ميتوكوندريا لان الار بي سيز ديت مسؤوله عن ان هي بتنقل لي الاكسجين من الرئتين الى الانسجه المختلفه. فتخيل دلوقتي ان الار بي سيز ديت كان فيها ميتوكوندريا، هتستهلك الاكسجين اللي هي واخداه. يعني انا بقول ان الار بي سيز ديت هي عباره عن الدليفري، عارف عامل الدليفري؟ انت متخيل ان عامل الدليفري ياخد حته من البيتزا اللي هو راح يوصلها؟ فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما خلقش الميتوكوندريا في الار بي سيز علشان ما تستهلكش، عشان ما تستهلكش ايه؟ علشان ما تستهلكش الاكسجين. طيب الاندوجينس بيجمنتس بيجي على سؤال يقول لك which one of the following is considered endogenous pigments، فلازم أن تكون عارف الخمسة. ايه هم الخمسة؟ قال لك الخمسة عبارة عن الهيموجلوبين والهيموسيدرين والبيلروبين والميلانين واللايبوفوسين بيجمنت، وانا شرحهم في المحاضرة بالتفصيل. طيب بينما الاكزوجينس بيجمنت اللي هي الصبغات الخارجية زي الكاروتين وزي الداستس اللي هي الاتربة والغبريات وزي المينرالز اللي هي المعادن والتاتو ماركس اللي هو ايه اللي هو التاتو، يجي يقول لك which one of the following اي مما لي is exogenous pigments. تمام. طيب اخر حاجة بقى عندنا التقيل قوي، كل ده كنا قاعدين نتكلم في السيتوبلازم، دلوقتي هنتكلم في النيوكليس. والله انا زهقت فعليا، حرفيا يعني زهقت،
بس يلا ادينا مكملين والله. مش عارف بقى بشرح بقى لي كام ساعة، بس اعتقد ان انا عديت الساعتين وداخل في 3 ساعات ان شاء الله يعني. طيب النيوكليوس اللي هي النواة. طيب بقول ان النواة ديت التعريف بتاعها هو الارشيف اوف ذا سيل. يعني ايه الارشيف اوف ذا سيل؟ مش اي مكان بيبقى فيه سيديهاتك، واحد يجي يقول لك انا معايا سيديهاتك. النيوكليوس ديت هي اللي فيها الارشيف، فيها كل السيديهات بتاعت الخلية. طيب فبقول هي عبارة عن الارشيف اوف ذا سيل اللي فيها السيديهات بتاعت الخلية. طيب قال لك فيها السيديهات بتاعت ايه؟ قال لك ذات كارز جيناتيك انفورميشن، بتحمل المعلومات الوراثيه. المعلومات الوراثيه ديت مهمه لايه؟ قال لك تو ريجوليت ذا ديفرنت سيل فانكشن، يعني مهمه علشان تحدد لي الوظائف بتاعت الخليه. يبقى التعريف بتاع الخليه احيانا يجي يقول لك ذا ارشيف اوف ذا سيل ذات كارز جيناتيك انفورميشن، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن النيوكليس. طيب قال لك النيوكليس ابير بيزوفيليك. بيزوفيليك قال لك بتبان بيزوفيليك. قال لك ليه بتبان بيزوفيليك؟ قال لك بسبب وجود النيوكليك اسيد. النيوكليس ديت بيبقى فيها الدي ان ايه والار ان ايه. نغير اللون بنفسجي. قال لك النيوكليس بيبقى فيها ايه؟ قال لك بيبقى فيها الدي ان ايه والار ان ايه. مش الدي ان ايه والار ان ايه دول احماض؟ طيب الاحماض لما تيجي تاخد صبغه، تاخد صبغه الايه الهيماتوكسيلين، وصبغه الهيماتوكسيلين بتبين لي التراكيب باللون البيزوفيليك اللي هو اللون الازرق. طيب قال لك عندنا حاجتين للون الازرق، يا اما يكون لون ازرق فاتح يا اما يكون لون ازرق غامق. عندنا ايه؟ لونين للون الازرق، يا اما يكون ازرق فاتح يا اما يكون ازرق غامق. طيب اللون الازرق الفاتح بسميه اسم تاني او اسمه فيزيكولار بيزوفيليك او اوبن فيس نيوكليوس، النواه ذات الوجه الضاحك. تمام. طيب قال لك النيوكليوس في الفيزيكولار او الاوبن فيس نيوكليوس اللي هي بتبان باللون الفاتح او بتبان لايت بيزوفيليك. لايت يعني فاتح، بيزوفيليك يعني لون ازرق فاتح، او بيل بيزوفيليك. يبقى يجي يقول لك لايت بيزوفيليك او بيل بيزوفيليك هي بتعبر عن النواه اللي ايه؟ النواه اللي الخليه بتاعتها او النواه اللي لونها ازرق فاتح. طيب قال لك النواه اللي لونها ازرق فاتح بتبقى موجوده فين؟ قال لك بتبقى موجوده في الاكتيف سيل، يعني الخلايا النشطه اللون بتاع الميتوكوندريا في بتاع النيوكليوس فيها بتبان بالبيزوفيليك. يعني ايه بالبيزوفيليك؟ يعني باللون الازرق الفاتح. طيب قال لك عندنا في شكل تاني للنواه بتبان ديب بيزوفيليك. يعني ايه ديب بيزوفيليك؟ يعني لون ازرق غامق، الازرق القاتم او دارك بيزوفيليك. بتكون النواه بتاعتها بنسميها كوندنسد نيوكليوس، بتبقى موجوده في الان اكتف سيل، يعني الخلايا الغير نشطه. يبقى انا عندي الخلايا النشطه الاكتف سيل، اللون بتاع النيوكليس فيها بيبان بالبيزوفيليك، يعني بيبان باللون الازرق الفاتح، بينما الخلايا الان اكتف سيل بتبان باللون الازرق القاتم او الديب بيزوفيليك او الدارك بيزوفيليك. طيب قال لك النواه عندنا بتتكون من 4 حاجات، نيوكليار ميمبرين اللي هو غشاء النواه، ليه اسم تاني اللي هو نيوكليار انفلوب. طيب وتاني حاجة بتتكون منها اللي هو الكروماتين، الكروماتين اللي هو المادة الوراثية. تالت حاجة اللي هي النيوكليولس اللي هي النوية. ورابع حاجة هي النيوكليار ساب او الكريولينف او السوائل بتاع النواة، وتركز عشان جت في امتحان السنة اللي فاتت. طيب اول حاجة هو النيوكليار ميمبرين، الغشاء بتاع النواة. كنا بنقول ان غشاء النواة ده هو عبارة عن ميمبرين انكلوز ذا نيوكليوس، هو عباره عن الغشاء اللي بيحيط بالنواه اند سيبريت ات فروم ذا سيتوبلازم، واللي هيفصله عن السيتوبلازم. طيب وريله صوره، والصوره خير من 1000 كلمه. طيب عايزين صوره اهو، هنعتبر ان ديت النواه. تمام ديت الخلية كلها، هنعتبر ان ديت الخلية كلها، اعتبر ان ديت الخلية كلها وديت النواة. طيب قال لك الغشاء اللي بيفصل
النواة عن السيتوبلازم بيبقى اسمه ايه؟ قال لك اهو اللي هو ده، قال لك ده بيبقى اسمه ايه؟ قال لك ده بيبقى اسمه النيوكليار ميمبرين، او ليه اسم تاني اللي هو النيوكليار انفلوب. طيب قال لك النيوكليار ميمبرين او النيوكليار انفلوب باللايت مايكروسكوب بيبان سنجل بيزوفيليك لاين، باللايت مايكروسكوب بيبان ايه؟ بيبان سنجل بيزوفيليك لاين، يعني بيبان خط لونه ايه؟ لونه ازرق. طيب بينما بالالكترون مايكروسكوب، ركز بقى عشان الالكترون مايكروسكوب مهم جدا، قال لك لما جينا نشوف، لما جينا نشوف ايه؟ قال لك لما جينا نشوف النيوكليار انفلوب بالالكترون مايكروسكوب، بالميكروسكوب الالكتروني، بان لي عباره عن دبل لير، يعني طبقتين اهو، اهو الغشاء بان طبقتين دبل لير، تمام؟ يبقى عباره عن لما جينا نشوف النيوكليار ميمبرين اللي هو الغشاء بتاع النواه بالالكترون مايكروسكوب، قال لك اتكون من تو ميمبرين، غشائين، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. اوتر ايه؟ قال لك اوتر ميمبرين وايه؟ وانر ميمبرين. طيب يبقى انا عندي حاجتين بيتكونوا من اوتر من غشائين، الميتوكوندريا والنواه. النواه بتتكون من كام غشاء؟ غشائين، كونسيستس اوف تو ميمبرين، اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. الاوتر ميمبرين قال لك بيبقى مرتبط بالرف اي ار، اهي ده الرف اي ار اهي، تمام؟ قال لك الاوتر ميمبرين بيبقى مرتبط بالرف اي ار، قال لك والانر ميمبرين بيبقى مرتبط بنوع من انواع الكروماتين، اهو اهو الانر ميمبرين بيبقى عليه كروماتين اهو. يبقى الاوتر ميمبرين بيبقى مرتبط من بره بالرف اي ار، طب والانر ميمبرين بيبقى مرتبط من جوه بنوع من انواع الايه؟ بنوع من انواع الكروماتين. طيب قال لك ما وظيفه النيوكليار ميمبرين؟ قال لك النيوكليار ميمبرين سيبريت نيوكليس فروم سراوندنج سيتوبلازم، بيفصل النواه عن السيتوبلازم. طيب قال لك النيوكليار ميمبرين الاو اكستشينج اوف ماتيريال، بيسمح بمرور المواد بين ايه؟ قال لك بتوين ذا نيوكليس، ما بين النواه اند سراوندنج سيتوبلازم والسيتوبلازم، ثرو حاجه اسمها نيوكليار بور، عن طريق حاجه اسمها، عن طريق حاجه اسمها الثقوب الموجوده في غشاء النواه. طيب لو تلاحظ كده ان غشاء النواه اهو، ده غشاء النواه بيبقى فيه ايه؟ قالك بيبقى فيه ثقوب، هذه الثقوب بيبقى اسمها بور. يعني ايه بور؟ يعني ثقوب اهو، دي كلها ايه؟ قالك دي كلها ثقوب، تمام؟ هذه الثقوب بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها نيوكليار بور، تمام؟ طيب ما وظيفة النيوكليار بور؟ قالك النيوكليار بور ديت بوظيفتها ان هي تعدي لي المواد من والى الخلية. طيب 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 قلنا طبعا النيوكليار بور تركيبها استفدنا فيه بصراحه، قلنا ان هي بتتكون من تو انيولس، يعني حلقتين، كل حلقه بتتكون من 8 انواع من البروتينات، صح؟ ادي الحلقه الاولى ودي الحلقه الثانيه، كل حلقه بتتكون من 8 انواع من الايه؟ من البروتينات، تمام تمام. طيب بعد كده عندنا الكروماتين، قال لك الكروماتين ده هو عباره عن الكروموسوم الماتيريال، الماده الوراثيه، انا عندي فيه كروموسوم وفي كروماتين، ما الفرق بين الكروموسوم والكروماتين؟ الكروموسوم هو عباره عن الكروماتين ولكن حصل له كوندنسيشن، يعني ايه؟ يعني التف حوالين بعضه، ولكن الكروماتين هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكروموسوم ولكن لسه ما حصلوش كويل، يعني لسه ما لفش حوالين بعض. فبقول ان الكروماتين ده هو عباره عن كروموسوم الماتيريال، هو عباره عن الكروموسوم او الماده الوراثيه. النون كويلد ستيت يعني لسه ما حصلهاش كويل، دي يعني لسه ما لفتش حوالين ايه؟ لسه ما لفتش حوالين حاجه اسمها دي ان ايه هيستون، تمام تمام. طيب الكروماتين بالالكترون مايكروسكوب عندنا منه نوعين، نوع اسمه اكستند كروماتين، والاكستند كروماتين اللي هو الاسم ليه اسم تاني اللي هو الايه كروماتين، اللي هو موجود اكستند، موجود مفرود جوه النواه. قال لك الاكستند كروماتين او الايه كروماتين ده بيبقى موجود في الاكتف سيل، وركز فيها عشان جت في امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. طيب قال له الاكستند كروماتين او الكروماتين بريزنت ان، فتقول له في الاكتف سيل، تمام. طب والاكتف سيل شكل النواه بتاعتها بيكون ايه؟ بيكون بيل، اوعى تنسى، مش قلنا ان في عندنا شكلين للنواه، يا اما بيل بيزوفيليك لون ازرق غامق، يا اما لون ازرق فاتح. قلنا اللون الازرق الفاتح بيكون فين؟ قال لك بيكون في الاكتف سيل، الاكتف سيل بيكون فيها بيل بيزوفيليك. طيب والازرق الغامق؟
الازرق الغامق بيكون موجود فيها النوع التاني من الكروماتين، بيبقى اسمه كوندنس الكروماتين او الهيتيروكروماتين، بيبقى ملفوف حوالين بعضه. تمام، قال لك بيبقى موجود في الان اكتف سيل. يبقى الاكتف سيل بيبقى لون النواه بتاعتها بيكون بيل بيزوفيليك، النوع الكروماتين اللي فيها بيكون ايوكروماتين. طيب بينما الان اكتف سيل، الان اكتف سيل قلنا نوع الكروماتين اللي فيها بيكون هيتيروكروماتين. تمام، وبالتالي بيكون شكل النيوكليوس بتاعتها بتكون دارك بيزوفيليك، يعني لون ازرق غامق او قاتم. طيب بعد كده عندنا النيوكليولس اللي هي النوية. الايه النيوكليولس اللي هي النوية، بقول النيوكليولس ديت هي عبارة عن spherical basophilic structure that primarily concerned with synthesis of ribosomal RNA. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النيوكليولس اللي هي النوية علشان نصنع ال RNA، عشان نصنع الايه ال RNA. طيب قال لك النيوكليولس باللايت ميكروسكوب بتبان بيزوفيليك. يعني ايه بيزوفيليك؟ يعني باللون الازرق. طيب قال لك بالالكترون ميكروسكوب بتبان سبونج شوينج، بتبقى عامله زي السبونج شوج، عامله زي الاسفنجه. ليه؟ قال لك لان بيبقى فيها ثلاث حاجات، حاجه اسمها البارز جرانيولوزا، وحاجه اسمها البارز فيبروزا، وحاجه اسمها البارز امورفا. مش مهم قوي الحته ديت، بس اعرفهم ان النيوكليولس بيبقى فيها ثلاث حاجات، بارز جرانيولوزا، بارز فيبروزا، بارز امورفا، وانا شرحهم بالتفصيل في المحاضره فمش محتاج ان انا ايه اكررهم تاني. طيب ما هي وظيفه النيوكليولس؟ قال لك ريسبونسبل فور ذا سينثيسيس اوف الرايبوسومال ار ار ان ايه. طيب اخر حاجه بقى، شوف اخر كلمه في الشطر جت في امتحان السنه اللي فاتت، الكيريولينف او النيوكليار ساك. الكيريولينف او النيوكليار ساك او لها اسم تالت اللي هو النيوكليو بلازم، اللي هي سوائل النواه. يبقى سوائل السيتوبلازم، السوائل في السيتوبلازم كان اسمها السيتوسول. طب السوائل بقى جوه النواه قال لك بيبقى اسمها كيريولينف او النيوكليار ساك، وعباره عن الكولويدال سوليوشن، المحلول اللي جوه النواه، ان ويتش كروماتين ار سسبندد. يبقى الكولويدال سوليوشن او الفلويد ماتيريال اللي جوه النواه اللي بيبقى الكروماتين موجود فيها بيبقى اسمه ايه؟ قال لك بيبقى اسمه الكيريولينف او النيوكليار ساك او النيوكليوبلازم. وده سؤال امتحان السنة اللي فاتت. تمام، الحمد لله الذي أتم علينا طبعا بعد انهاء المحاضرة ديت، كانت محاضرة شيقة ومحاضرة صعبة، انتهينا منها. اتمنى ان احنا ما نكونش فوتنا حاجة في الشابتر، الشابتر مهم. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب في الامتحانات، ويا رب دايما يكتب لكم كل خير ونسمع عنكم كل خير، وربنا يوفقكم. ولو في اي مشكلة ولو في اي حاجة تواصلوا معايا فورا، وانا تحت امركم في اي حاجة. ربنا يا رب يكتب لكم كل خير والتوفيق في الامتحان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.